انا بصبح على حضراتكم حلقه منتصف الاسبوع 10 الصبح في الاهلي. دايما بحب بدايه اي يوم كده، مش بس اي حلقه، ان احنا يبقى عندنا دايما تفاؤل، الواحد يصحى متفائل بالدنيا، متفائل بالحياه، حتى لو كان عندنا هموم. مفيش حد خالي من الهموم، مفيش حد خالي من الزعل، مفيش حد في حياته ناس يعني بتضايقه، مفيش حد في حياته ناس بتستفزه، مفيش حد برده في حياته ناس حلوه، مفيش برده حد مش موجود في حياته حاجه تدعو للتفاؤل. ده موجود وده موجود، خلينا دايما نبص على الحاجه الحلوه. انا ليه ببدا حلقه النهارده والحلقه النهارده وكلامي ده؟ امبارح اتفرجت على فيديو كان جميل جدا، تحفيزي، والناس بالملايين من كل انحاء العالم عامله له شير. الراجل كان بيتكلم، هو بروفيسور في علم النفس مشهور جدا انجليزي، كان بيقول لك ما تاخدش كل حاجه تو سيريس، يعني ما فيش حاجه في الدنيا حتى الحاجه الحلوه ما تاخدهاش ان هي حاجه سيريس قوي، لا الحلو ولا الوحش، ده موجود وده موجود. دايما خليك متفائل في الدنيا واعرف ان كل حاجه بتتغير. عشان كده حبيت ان انا انقل لحضراتكم ده، لان بجد الفيديو طبعا هو كان مدته 10 دقائق، بس انا بديكم الكونكلوجن بتاعه. دايما خلونا نبدا متفائلين، دايما خلونا عندنا ثقه في الكيانات اللي بنحبها وفي الاشخاص اللي بنحبها، وقبل كل حاجه في نفسنا. اللي جاي هيكون، لو احنا هنتكلم شويه بقى على مستوى كرة القدم، يمكن لو حربت كلامي شويه بالمنتخب هتلاقي ان احنا عندنا احباط كبير، بس صدقوني دايما الطاقه هي اللي بتفرق، بتفرق بعامل او بتبقى عامل كبير جدا على تاثيرنا وحكمنا على الامور. يمكن احنا دلوقتي في وضع غير مرضي تماما، لكن ممكن يكون قدام في تغيير، فبلاش نقفل قوي كده ونتشائم قوي، لان الوضع بيتغير في يوم وليله. هتلاقي ممكن على فكره الموسم الجاي منتخب في حته تانية تماما. على فكره احنا برضو قبل، لو رجعنا للتاريخ قبل الفترة العظيمة اللي كانت لكابتن محمود الجوهري وكانت لكابتن حسن شحات، على فكرة المنتخب بتاعنا كان عنده تذبذب شديد جدا، يعني ما كناش مثلا في فترات نجاح طويلة وثابتة، وبعد كده جم هم وبعد كده مثلا 14 سنة كانت غياب، لا الكلام ده ما كانش حاصل. فعادي جدا ان احنا نغيب، عادي جدا ان احنا عندنا تذبذب، بس دايما يكون عندنا امل. وبمناسبة كلامي ده، أنا طبعًا هتكلم باستفاضة عن هذا الخبر، بس طبعًا الوعكة الصحية اللي تعرض ليها كابتن حسام حسن، وهنتكلم عن تفاصيلها على مدار الحلقة، كانت تقريبًا من 4-5 ساعات، حاجة برضو كانت مقلقة جدًا. يعني ناس كتيرة بقى قالت لك إن هو ممكن يكون من الضغط اللي بيتعرض ليه، من الانتقادات اللي بيتعرض ليها، من الشيلة اللي هو شايلها، كلام كتير زي ما حضراتكم عارفين، مفيش حد طلع قال تصريح واضح. هتكلم في كل ده على مدار الحلقة زي ما بقول، بس دي طبعًا بداية، الواحد عايز يطمن، الواحد عايز يعرف إيه اللي حصل، هل فعلا دي يعني او ده جاي من ستريس، ولا الدنيا ان شاء الله هتعدي، ولا ايه الوضع بالظبط؟ اكيد نفسنا اي حد يطلع يقول بس تصريح عشان نطمن على كابتن حسام حسن. ده الراجل لسه حتى ما ابتداش، يعني لسه بنقول يا هادي، ان شاء الله خير واكيد الحمد لله على سلامته. هبدا النهارده بقى الكلام، وهبدا الحلقه وهنبدا كلامنا بزياره مهمه جدا وكلمنا عنها امبارح، وهي زياره مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه طبعا كابتن محمود الخطيب لنادي الزمالك. وده كان تلبيه للدعوه اللي تلقاها من فتره من مجلس اداره الزمالك برئاسه طبعا كابتن حسين لبيب. في بدايه الزياره خليني اقول لحضراتكم يعني الكواليس. حرص مجلس اداره النادي في الزمالك على الدعوه دي، وكان مهم جدا ان يعني مشاهد زي دي محترمه ان احنا نشوفها بصراحه. هم حرصوا هناك ان هم يبقى في وقوف دقيقه حداد على روح طبعا العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، وكانت لفته اعتقد محترمه جدا وطيبه جدا اللي قام بيها مجلس الاداره بتخصيص كمان مقعد للعمري فاروق، كان على يمين كابتن محمود الخطيب، وتم وضع باقه من الورود عليه تكريما لذكرى. فعشان كده احنا بنتكلم ان في شخصيات يعني ملهاش علاقه خالص بكيان هي تابعه ليه، او بجنسيه هي تابعه ليها، او بمؤسسه هي تابعه ليها خالص. في شخصيات لا يختلف عليها اتنين، العمري فاروق ربنا يرحمه من الناس دي، وتاني هرجع اقول الرجل بيرحل، الشخص بيرحل، ذكراه والسيره الطيبه بتبقى، وهو من الناس دي حقيقي، يعني اسال اي حد. وتاني على الصعيد الآخر بقى، لا بجد لمسة وحركة محترمة جدا جدا من مجلس الإدارة، ومشهد كنا متوقعينه على فكرة، يعني مشهد كنا متوقعينه، لأن هي دي الأخلاق الطبيعية، هي دي الأخلاق اللي احنا نعرفها. خلال الزيارة كمان قام كابتن محمود الخطيب، خليني أقول لحضراتكم، بإهداء درع وعلم النادي الأهلي الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك. و كمان كابتن حسين لبيب قام بإهداء كابتن خطيب درع وعلم نادي الزمالك، وده تأكيدا ولمسات بتبقى طيبه جدا على العلاقات القويه والوطيده اللي بتجمع الناديين الكبيرين طبعا الكبيرين في إطار العلاقات
المتميزة بين قطبي الرياضة المصرية، شاء بقى من شاء وأبى من أبى، قطبي الكرة المصرية والمنظومة كلها طبعا الكروية في مصر. اللي خلينا نقول برضو كانت امبارح المشاهد نقدر نقول اللي هي عادت مرة تانية، رجعتك للزمن الجميل والروح الجميلة اللي موجودة، وكان في تقدير كبير يعني وروح حلوة، ودايما كان في منافسة هتقول عليها شرسة، هتقول عليها اللي تقوله، بس هي كانت منافسة وهتظل منافسة شريفة، وده مش غلط. وما بنتكلمش بس في كرة القدم على فكرة، انت بتتكلم على كل الرياضات، وده شيء محترم جدا. الفترة الأخيرة كمان شهدت العديد من المواقف الإيجابية اللي الواحد لازم بصراحة يقف عندها، واللي بتعكس لو قلنا فعلا أواصر قول الحب، الروح الطيبة بين الكيانات، الاحترام بين الكيانات الكبيرة اللي احنا بنتكلم بشأنها دلوقتي، وبتساهم طبعا في دعم وسند كل المنتخبات الوطنية. يعني خلينا نرجع برضو بالتاريخ، منتخب مصر نسبة الأكبر منه بتكون نادي الأهلي وبعد كده نادي الزمالك، فأنت عندك تقريبا منتخب بيتكون الأساسي فيها أو الأعداد الكبيرة منها من الأهلي والزمالك، فأكيد لازم يكون في علاقة طيبة، لازم يكون في روح طيبة بين مجالس الإدارة وبين الجماهير، وده اللي احنا برضو هرجع وأقول واخدين عليه ونعرفه. كابتن محمود الخطيب كمان وجه الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك على الدعوة الكريمة، وأعرب كمان عن سعادته بحسن الاستقبال والاستضافة، وقال إن الزيارة دي يمكن اتأجلت بس كان بسبب الظروف اللي ألمت بالنادي الأهلي، وهي وفاة السادة الوزير العمري فاروق رحمة الله عليه، وأكد كمان إن علاقة الأهلي بالزمالك تاريخية ووطيدة وقائمة على الاحترام المتبادل، وإنها هتظل راسخة وثابتة ولن ينال منها الأفراد حتى لو حدثت على فترات بعض الأمور اللي هي يعني غير مألوفة أحيانا، وخلينا نقول نادرا برضو. كابتن خطيب برضو أوضح أن علاقة الأهلي بالزمالك متميزة مش من النهاردة، ليست من اليوم، ولكن منذ نشأة الناديين، نتكلم من أكتر من 100 سنة، وهي العلاقة اللي بتمثل العنوان الرئيسي للرياضة المصرية. خلينا نروح نستمع لكلمة كابتن خطيب ونرجع نكمل. علاقة الأهلي بالزمالك مش النهاردة، علاقة الأهلي والزمالك بالتاريخ نشأت الناديين قبل أكثر من 100 سنة فاتت. هي علاقة من وجهة نظري بتمثل العنوان الرئيسي للرياضة المصرية، مش بس كرة القدم، كل الأحوال. وجود مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة في مقر النادي الزمالك ما هو إلا حقبة من الحركات اللي بدأتها أجيال عظيمة سبقتنا كلنا، وساهمت في بناء العلاقة دي وحافظت عليها على مدار السنوات الكبيرة اللي فاتت. يعني إيه مش وظيفة النهاردة؟ من أساتذتنا وأخبارنا أجيالنا العظيمة اللي فاتت بدون ذكر أسماء ابتدت علاقة طيبة إيمانا منهم إن دي هي الرياضة المصرية. الأهلي والزمالك قطبي الرياضة المصرية، مش هما بس، وكتير من كل الأندية المصرية المشاركة معانا في كل المسابقات. التاريخ الرياضي شاهد على مواقف كتيرة جدا، مواقف كتير جامعة بين الأهلي والزمالك في خدمة الرياضة المصرية. الكلام ده يا جماعة حصل على ما يعني مر كل الاجيال كانت متعاقبه علينا، احنا جيل الحالي الاجيال استغفر الله ما فيش احترام متبادل. لازم الناس تعرف احنا بنلعب رياضه وبنتنافس منافسه شريفه، وده شيء طبيعي. كل نادي من حقه المشروع انه يحاول يكسب، لكن المكسب يا جماعه الحقيقي، المكسب الحقيقي ان احنا الاول لازم ندور على صاحب بلدنا مصرنا الحبيبه يعني، ولازم التعصب ده احنا لدينا ان احنا اللي صورنا وقررنا ازاي التعصب ده ليها، ولازم نحافظ على الروح الطيبه بين جماهير الكره المصريه وخاصه طبعا جماهير الاهلي والزمالك. من هنا بقى انا بدعو جماهير الاهلي وجماهير الزمالك وكل الجماهير المصريه والاعلام الرياضي
طول الجماهير والاعلام الرياضي. يا جماعه لازم نخلي مصالح مصر هي اللي في وش هي اللي في قدامنا واهم كل شيء. كلنا عارفين ان بلدنا بتخوض تحديات كبيره بقالها فتره وما زالت. بلدنا محتاجه تكاتف كل الكيانات الكبيره زي الاهلي والزمالك وكل المؤسسات الوطنيه سواء كانت رياضيه او غير رياضيه. لازم كلها تكون ايد واحده وماشيين في خط واحد. دي مصلحه بلدنا. وكلنا ثقه في الدوله وقيادتها طبعا على صاحب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مره ثانيه بشكر مجلس اداره نادي الزمالك على الدعوه الكريمه ونشكره على الاستقبال ونهنيه على استقبال الجمعيه العموميه ونرجوه ان شاء الله لزياره النادي الاهلي في وقت يعني يكون متفق عليه. مش عايز كمان انسى حقيقه شكر كل الاخوان الاعلاميين والصحفيين اللي جابوا معانا النهارده. في النهايه بشكر حضراتكم جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهد محترمه جدا وكانت غايبه لفتره وسعداء سعداء جدا بعودتها مره تانية لان التنافس الشريف مش معناه الخصومه. انا ممكن على فكره ابقى متنافسه او منافسه ليك لكن ده مش معناه ان انت لازم تبقى خصم ليا او نبقى اعداء. الافضل هو اللي بيفوز، الافضل هو اللي بيحجز مكان او مقعد ليه في الاول في المركز الاول. لكن قصه ان انا وانت يبقى بينا عداوه طب ليه؟ ملهاش اي معنى ولا مبرر. كابتن حسين لبيب كمان كان سعيد جدا بهذه الزياره واكد تقديره كمان لزياره مجلس اداره النادي الاهلي لنادي الزمالك وطبعا قبولهم هذه الدعوه واكد تاني على طبعا الدور المهم اللي كان بيقوم بيه ويعني الشغل العظيم اللي قدمه سياده الوزير العمري فاروق تحدث عنه اكتر من مره وده شيء برضه يحترم بصراحه. خلينا نروح نتابع كلمه كابتن حسين لبيب ونرجع نكمل. احنا فترة مش كانت بسيطة، كان في فترة معينة يمكن كان في صراعات واحنا لا يعني نادي الزمالك ليس له أي صالح بهذه الصراعات، احنا كل اللي فيه إن احنا منافسة شريفة مع النادي الأهلي ونتمنى أن نطبق ذلك، يعني احنا أنا واحد من الناس اللي لما كانوا منتخب مصر كنت بتمرن داخل نادي الاهلي وكان الكابتن خالد مرتجي بيتمرن معانا، يعني كلنا اخوه يا جماعه، وايام المنتخبات كلنا بنطلع مع بعض السفريات ونقعد مع بعض، احنا عايزين نرجع هذه الروح تاني مره اخرى، كان في وقت كده عايزين كلنا ننسى هذا الوقت ده تماما بالنسبه لنا وبالنسبه للجماهير بتاعت الناديين، الناديين اللي هم بنسميهم كل الاعلام بنسميهم قطبي الرياضه المصريه، قطبي الرياضه المصريه دول يبقى المنافسه بينهم شريفه وكل واحد ينتمي للنادي ويدافع عن حقوق النادي، بس في نفس الوقت يبقى بالايجاب بصوره ايجابيه وليس بصوره سلبيه، ياما برضه نقعد من ايطاليا ونعمل ياما ما يسمى سيبنا من الكلام ده خلونا طبيعيين زي عوائلنا كل واحد يشجع النادي براحته خالص ويدافع عن النادي براحته خالص بس يلتزم حدود الادب لان يعني اساسا الرياضه اساسا اخلاق فعلا قبل ما يكون ادب. دي يعني جمله متهيألي لابد ان نكون نعيها ونحافظ عليها ونعمل عليها. دلوقتي انا برضه يعني مكرر يعني فخري بتواجدكم هنا كمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود القصير وان شاء الله اول فرصه احنا برضو يشرفنا ان احنا نيجي لحضراتكم وده برضو شيء ايجابي جدا جدا. اي وقت المجلس كله نيجي لزياره حضراتكم وهنسعى فيها ان شاء الله وعايزين الايمان تبقى مستمره على طول. اللي عايز يقول معاك كده بعد اذن حضراتكم ان احنا النهارده كنادي الزمالك بنفتح صفحه جديده مع كل الناس سواء الاعلام بجميع انواعه. احنا النهارده بنغير ما يسمى الصوره الذهنيه لنادي الزمالك
وانا متخيل ان الاعلام له دور كبير جدا في الجمله اللي انا قلتها. النمره اثنين برضو يعني علاقتنا ان شاء الله مع جميع الانديه على رؤساء النادي الاهلي سوف تظل في حاله جيده طول ما كل واحد يمشي مع النادي بيدافع عن النادي بيدافع عن دور النادي بدون اي اتهام للاخر انه من حق كل واحد فينا ان هو يشتغل للنادي على اكمل وجه. وده فعلا يشرفنا ان احنا نكون من ضمن هذه المنظومه وانا بتشرف ان انا برؤس ناس افاضل ومجلس اداره نادي الزمالك كلهم نفس انا بقول ده كلنا متفقين عليه من اول يوم فبشكرهم على المجهود اللي قدوه خلال الميديوم السابقه فعلا ولكن الحمد لله قدرنا كلنا مجهود زملائي اكثر من اي حد ثاني ان احنا نغير من الصور اللي كانت على الزمالك وده بجد يعني مساعدنا جدا جدا. اخيرا يعني برحب بكل الحضور اللي اولهم واخرهم وفعلا كان ينقصنا الوزير العام فاروق واحنا يعني انا واحد من الناس كنت عايزه جدا ومقتنع ان هو فعلا عمل حاجات كتير للرياضه المصريه في النادي الاهلي ولا يمكن اي حد انه ينكر ذلك فيعني بجد برضه شكرا جزيلا. طيب كابتن محمود الخطيب كمان على الصعيد الثاني حرص على توجيه الدعوه لمجلس اداره نادي الزمالك عشان يزورونا او يزوروا النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، وكمان اكد كابتن حسين لبيب على اعتزازه وتقديره الشديد لدعوه كابتن خطيب ليهم، فاعتقد ده بيعكس علاقات وطيده وقويه جدا بين الناديين مهما حاول البعض في فترات ما ان هو يؤثر عليها. خلينا نروح دلوقتي نشوف لقاءات مع اعضاء مجلس الاهلي والزمالك ونرجع نكمل. خليني في البدايه ارحب بالباشمهندس هشام نصر، برحب بيك يا باشمهندس، والرساله مضمونها علم مصر اللي ما بين علم النادي الاهلي وعلم الزمالك، دور كبير جدا بتلعبه الرياضه او القوى الناعمه الاهلي والزمالك النهارده يد واحده وزياره تاريخيه. اولا احب ارحب بمجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب، بنرحب بيهم في نادي الزمالك، اهلا وسهلا بيهم دايما. وبنعتبرها صفحة جديدة للرياضة المصرية بصفة عامة. هي الزيارة دي هدفها الأساسي رسالة لكل المصريين، لكل الجماهير في المدرجات، لكل الجماهير سواء زمالك سواء أهلي، احنا بنلعب رياضة، الرياضة أصبحت أمن قومي. دي رسالة مهمة جدا بنصدر فيها إن الرياضة عملية تنافسية فقط جوه الملعب، براها بيبقى في علاقات دائمة بين سواء أعضاء مجلس إدارة أو اللعيبة. لما كنا بنلعب في أي منتخبات إحنا ما زالت لغاية هذه اللحظة العلاقة بيننا أكثر من رائعة، وده اللي إحنا هنحافظ عليه إن شاء الله، والفترة الجاية هتشوف تنافس شريف داخل الملعب نحاول نحققه كلنا ونوصل لأفضل حاجة للرياضة المصرية. نبني على ده إزاي للفترة اللي جاية يا باشمهندس؟ هي أنا شايفها إن هي رسالة أول ما توجه لجانبين، الإعلام المصري والجماهير في الملاعب. لو وطأة الاحتقان بتقل بين الجميع سواء إعلاميين سواء جماهير، أعتقد الملاعب هتتفتح تاني للجماهير، الاحتفالية سواء بأي بطولة هتبقى في وضع تاني، وجهة مصر الخارجية سواء في أي منافسات دولية أكيد هتبقى حاجة كويسة إن شاء الله. عايز أروح لأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بشوف الكابتن أحمد سليمان عشان أسجل مع الكابتن أحمد سليمان، قال لي أنا عايز الأستاذ طارق أنديل، يعني أعتقد رسائل كتير جدا، أنا عارف العلاقة الطيبة اللي ما بين حضرتك وما بين الكابتن أحمد سليمان، أعتقد هي بتبان إن هي رسائل بسيطة لكن هي بتعي الكثير لكل أفراد المنظومة الرياضية في مصر. بين كابتن أحمد سليمان وبين المهندس هشام نصر وكل منظومه مجلس اداره نادي الزمالك على فكره. وكان احسن من بس عشان نعرف بعض تقريبا من مش عايز اقول سنين يعني حوالي 40 سنه والله. فانت زي ما اتلخبطت كده في الاول وانت بتقدم المهندس هشام نصر، ده عنوان اليوم الجميل، يعني خلاص انت اتلخبطت مين اهلي ومين زمالك، طول عمرنا علاقتنا محترمه وقيمه مع رموز الزمالك الحقيقيين، عمرها ما اختلفت ولا اختلت. انما كان ينقص اللي هو التعاون فعلا وان يبقى فيه تبادل، ان يكون موجود في المقام الرسمي او المكان الرسمي لنادي الزمالك الرموز دي تكون موجوده. الحمد لله النهارده يوم جميل ويوم تاريخي ان احنا نشرف ان احنا نيجي نادي الزمالك القلعه العريقه
احد قطبي الكره المصريه اللي هي بيقوم عليها الكره المصريه او الرياضه المصريه، مش مصر بس، ده القوه الناعمه في العالم العربي كله، هو الاهلي والزمالك. وطول عمرنا اصحاب واخوات، وفي الملعب بنتنافس وبيننا وبين بعض افيهات وحاجات جميله، ونقعد نهرج وننكت، كل ده وارد وكل ده جميل ادام ما بنخرجش لا بره الروح الرياضيه ولا بره اواصر المحبه والاخوه الاصيله اللي ما بيننا. هك شفت يوم وفاه الوزير اخونا الفاضل العمري فاروق التواجد بتاع مجلس اداره نادي الزمالك، وكان الوفاء احد من عندهم، وفي الجنازه وفي العزاء. فالحمد لله العلاقه متينه، وان شاء الله نتجمع دايما في الافراح ان شاء الله دايما. كابتن احمد سليمان، المسؤوليه ليست على النطاق الرياضي ولكن مسؤوليه تجاه الدوله المصريه. شايفين فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتحرك في كل الاتجاهات، وانا عارف ان حضرتك يعني قايم بدور كبير جدا مع مجلس اداره الزمالك، انك يعني نقدر نقول عايز تطلع بقلعه نادي الزمالك وتطلعوا بقلعه الزمالك، لان الرياضه المصريه شطرايها او قطبيها هم النادي الاهلي ونادي الزمالك. اولا بنرحب بمجلس اداره نادي الزمالك، وبنترحم على الاخ العزيز لعمري الفاروق رحمه الله عليه. وعايز اقول لك ان ما فيش كان مناسبه عليا ليا غير ما طارق انديل والعمري فاروق كانوا موجودين فيها على المستوى الفرحه او الحزن، على طول مشاركينا في كل شيء. فرحمه الله على عمري، ومرحبين بمجلس اداره نادي الزمالك الاهلي. لكن بنقول في الاخر الاهلي والزمالك طول عمرهم قوام الانديه المصريه، المنتخبات المصريه، على مستوى الالعاب الجماعيه، على مستوى كره القدم. واحنا شفنا في منتخب مصر كان الجهاز معاه كابتن حمد الصيدقي، كاب شوقي غريب كان مرافق كابتن الخطيب في شركته، كل الحاجات دي العلاقات بيننا وبين بعض. لكن زي ما طارق انديل قال والكابتن هشام، هي تنافس في الملعب، تنافس شريف. كان دايما بيقول لك الناس خلي عندك روح رياضيه، الروح الرياضيه دي يعني يبقى في علاقه كويسه، اللي معروف ان يراد دايما بالاخلاق الحميده. وده النهارده اللي احنا بنرسوه كمجلس اداره النادي الاهلي واداره نادي الزمالك للشعب المصري كله، اللي احنا كلنا من ورا موثوقه رئاسه الجمهوريه برئاسه عبد الفتاح السيسي والمنتخبات القوميه، ورفع اسم منتخب مصر على مستوى الالعاب. واحنا يعني انا استغل وجود حضرتك الاستاذ طارق انديل، ايضا المهندس هشام نصر، قيادة فنية جديدة للمنتخب المصري، ورهاننا دايما بيبقى على المدرب الوطني. شفنا انجازات كتير اتحققت مع المدرب الوطني الكابتن حسن شحاتة. املنا ورسالتنا اللي تقولوها للجماهير اعتقد النهارده مع وجود جهاز فني وطني بقيادة الكابتن حسام حسن وزيارة الاهلي والزمالك، اعتقد يا باشمهندس رسالة كبيرة جدا لكل افراد المنظومة الرياضية في مصر، مش في الاهلي والزمالك فقط. انا حابب اضيف على كلامك حاجة مهمة جدا. المكسب ما بيبقاش جوه الملعب، المكسب بيبتدي من بره الملعب. لو اي مدرب بيتم مساعدته وتهيئ الاجواء اللي من بره الملعب، اللي جوه الملعب ده بيبقى نتيجه الامتحان، نتيجه المذاكره اللي بتتم بره، المساعدات الخارجيه، التهيئ الاجواء المظبوطه، زائد بقى العلم التدريبي والتغذيه والنفسي والكلام ده كله. هنساعد المدرب الوطني اكيد هيحقق نتائج كويسه جدا، وده اللي المفروض يتم الفتره الجايه. استاذ طارق، رسالتك الاخيره للجماهير المصريه لعوده المسار الصحيح للكره المصريه. احنا بعدنا من 2010، مصر بعيده عن منصات التتويج الافريقيه. الرساله اللي تقولها وانت موجود في احد قلاع الرياضه المصريه نادي الزمالك. الجمهور هو العنصر الرئيسي في المنظومه الرياضيه، هو العنصر رقم واحد. رجوع الجمهور للملاعب وللاستادات دي هتبقى خطوه موفقه جدا في ظل العلاقه الوطيده بين مجلس ادارتي النادي الاهلي والزمالك، وان يعني نتمنى نشوف الجمهور بعد كده جمهور الاهلي والزمالك قاعدين مع بعض في الماتشات، نتمنى كده في ماتشات الاهلي والزمالك تبقى العلاقه احسن ما يكون. اعتقد مبادره مهمه جدا بيقولها الاستاذ طارق انديل، عايزين نشوف جمهورنا الاثنين مع بعض، خاصه احنا مقبلين على مباراه كبيره جدا، مباراه الاهلي والزمالك اللي تقام في المملكه العربيه السعوديه الشقيق. اعتقد برضو رساله مهمه من الكابتن احمد للجماهير، سواء جماهير الزمالك جماهير الاهلي. انا سعيد طبعا بقرار الدوله زياده الجماهير في المدرجات لحوالي 20,000، وده شيء طيب جدا، لان كره القدم اعصابها الجمهور، هو المنافس، هو الوحيد اللي بيدي الحماس وبيدي القوه للعبه. ان شاء الله ده، ان شاء الله ده اللي انا شفته النهارده والروح دي الموجوده، هنكون سفير كبير جدا للكره المصريه وللشعب المصري في بلدنا الثاني السعوديه، وديربي من ديربيات اللي هو متابع على مستوى العالم، كان رقم 10 او 11 على مستوى العالم، الدربات المهمه الاهلي والزمالك. ان شاء الله يكون فعلا حدث محترم يليق باسم الكره المصريه باذن الله.
أنا شايفة أن الكلام ده كلام محترم جدا، وده جزء يعني مما قيل بالأمس وجزء من اللقاءات، والرسائل مهمة جدا. ما تيجي تتكلم أن رؤساء مجلس الإدارة بيتكلموا بهذا الشكل، فده لا يلزم يكون ليه انعكاس محترم وانعكاس فيه نوع من الوعي عند الجماهير المصرية. لحرجع أقول تاني، إحنا طول عمرنا وإحنا صغيرين كنا بنبقى سمعين عادي البيت الواحد بيكون فيه أهلي وبيبقى فيه زمالك وفي أندية أخرى على فكرة بانتماءات تانية، ده طبيعي جدا. كل واحد حر، كل واحد يا جماعة حر، يعني الموضوع مفتوح. عايز يبقى اهلاوي يبقى، عايز يبقى زملكاوي يبقى، عايز يبقى من اي حتى سكندري يبقى، كل واحد حر. فالقصة كلها ان الرياضة في الاول وفي الاخر للمتعة، للمتعة. فانت بتدخل الامور بشكل كان غريب وصراعات وغيره، مشاهد عمرنا ما كنا واخدين عليها في مصر تحديدا، ممكن قد تحصل في دول تانية لكن مش عندنا. فبنقول الحمد لله على السلامة، بنقول ان احنا سعداء بهذا الوضع بهذا الشكل. وده اللي اكده امبارح برضو سيادة الوزير، وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، اللي عبر عن التقدير والامتنان لمجلس إدارة الأهلي والزمالك على هذه المبادرة الوطنية بهدف، هنا بتتكلم خلق أجواء رياضية تنافسية شريفة مع وجود كل الاحترام وكل التقدير لكلا الجانبين. وأكد كمان سيادة الوزير إن زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لنادي الزمالك وحضور كامل مجلسي الإدارة بينم على عهد جديد للرياضة المصرية وبيصب في الصالح العام بما يخدم منتخبنا الوطني في المقام الأول، زي ما كنت بقول لحضراتكم من شوية. أشاد كمان وزير الشباب والرياضة بالأجواء الإيجابية اللي شهدتها الزيارة، وتجسيدا كمان وتأكيدا على المضي قدما في يعني ذلك في المراحل القادمة من عمر علاقة الناديين. فأنا هختم بقى الملف ده أو الخبر بهذا الكلام، وأعتقد أن احنا يعني هنشهد الفترة القادمة مزيد من الود ومزيد من الاحترام ومزيد من العلاقات الراقية. تاني ممكن تبقى منافس ليا بس مش معناها أنك عدوي، عادي نتنافس ونتنافس بشرف على المقعد الأول، واللي الأفضل هو اللي يحتل المقعد الأول عادي، ولو حد احتل المقعد الأول فترة والتاني بعد كده حصله وهكذا، كل ده لصالح المتعة الرياضية والكرة المصرية. ما خلي بال حضراتكم احنا دايما بنيجي نقول أنا كنادي أهلي أنا متعود أن أنا أكون رقم واحد، بس وقت ما أكون تاني حوصل لرقم واحد في بطولة جديدة وموسم جديد ببقى عايز أوصل بشراسة، عايز أوصل بيبقى فيه منافس ليا قوي على الأرض. فأكيد أكيد في عز حتى الأزمات اللي كان بيمر بيها نادي الزمالك كنا بنقول بالعكس نتمنى الاستقرار للمجلس، نتمنى الاستقرار للنادي، لأن ده لصالح الكرة المصرية ولصالح النادي الأهلي بالمناسبة. هو حد يفتكر العكس؟ تماما الكلام ده مش مظبوط. فكل الاستقرار ان شاء الله لنادي الزمالك في الفتره القادمه، وكل الامال ان يكون دايما في تنافس شريف، هو ده اللي احنا بنأمله عشان يوم ما نبقى تاني رقم واحد كالعاده يبقى برضو الواحد مستمتع بالتنافس ومستمتع بالكره ومستمتع بالمباريات اللي بتحصل. خليني بقى اقفل الملف ده واروح مع حضراتكم لملف اخر. وزي ما كنت بدات الحلقه كنت بتكلم عن الواحد قد ايه بيكون برضو مضغوط في بعض الاحيان، بيبقى عليه ستريس وغيره. احنا ما عندناش سبب، ما عندناش لسه معلومه اللي حصل لكابتن حسام حسن طبعا المدير الفني للمنتخب من تعرضه لوعكه صحيه مفاجاه كانت بعد حضوره مباراه الزمالك والاسماعيلي، يعني اللي كانت بامبارح ده سببها ايه؟ الوعكه الصحيه دي سببها ايه؟ الناس بقى طلعت تفتي كتير او تتكلم كتير، اقول لك ما هو عشان اتفرج على مباراه الزمالك والاسماعيلي تعب. طب ايه العلاقه؟ محدش عارف. طب هو كان تعبان قبل كده ولا لا؟ حد تالت رجع قال لك او راح قال لك لا، ما هو ده ممكن يكون من الاستريس اللي هو بيتعرض ليه علشان هو يعني حاطينه تحت ضغط كبير من ساعه ما اسمه بس طرح على فكره مجلس اداره او التدريب في يعني المنتخب. فكل دي كلام او كل ده كلام احنا دلوقتي بنسمعه بس لسه ما عندناش معلومه اكيده. انا بقول لحضراتكم الاجواء اللي حصلت، ودي ويمكن احنا اول البرامج كمان اللي بنتكلم فيها لان لسه الموضوع ده حاصل من 3-4 ساعات، فبنتمنى ليه طبعا الشفاء. هو انت تم نقله يعني ليه احد المستشفيات، احدى المستشفيات، وتم توقيع الكشف الطبي عليه واتخاذ طبعا كل الاجراءات اللازمه وفور استقرار الحاله بعد كده تم الخروج من المستشفى. لو في اي معلومات اكيد هنوافي حضراتكم بيها على مدار يعني اليوم من خلال البرامج المختلفه على قناه النادي الاهلي، بس حتى هذه اللحظه دي المعلومات اللي موجوده. بس من هو خرج من المستشفى فهو دلوقتي في حالة تعتبر إلى حد ما مستقرة. يا ألف سلامة كابتن حسام حسن، ولسه بدري قوي. يعني لو كان الموضوع ده ليه علاقة بالاسترس فلسه بدري قوي، يعني الموضوع لسه في البداية. الانتقادات أو أي آراء فيها نوع من
تعارض او غيره او غيره، ده لسه لازم الواحد يبقى داخل عارف ان هيواجه ده وهيواجه ده هيواجه ده، بس يبقى واثق في نفسه، مش مهم مين يقول حاجه، لا كلمه حلوه هتزودك ولا كلمه وحشه هتقلل منك، لازم الواحد يبقى عارف قدر نفسه. فبالتوفيق ان شاء الله للفتره اللي جايه، ونتمنى ان لا يكرر اكيد يعني حادث زي ده. هنروح بقى دلوقتي لأخبار فريقنا الأول لكرة القدم، واللي بيستعد هنا لمباراة ميدياما الغاني، مباراة هتكون قوية جدا، والأهلي أكيد يعني هيحل ضيف زي ما احنا عارفين يوم الجمعة الجاية الساعة 6، ودي هتكون ضمن طبعا منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، واحنا عارفين أجواء المباراة هتبقى عاملة ازاي عشان ما حدش يجي يقول لك أصل احنا متفاجئين. يعني امبارح خليني أقول أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اختيار طاقم التحكيم، فأنت هتيجي تتكلم هتقول لي هو لسه راجع من سفر ومسافر تاني، طب الطاقم التحكيمي مين؟ طاقم التحكيمي تم الاختيار عليه أو تم تحديده هو طاقم تحكيم جابوني، فيعني مفروض ان اختيار موفق الى حد كبير، نتمنى كل التوفيق. مباراه يوم الجمعه الساعه 6 باذن الله، اجواء طبعا هتكون صعبه، انا بقول لحضراتكم من دلوقتي مش اسهل حاجه، انا لسه راجع من سفر، انا ما لحقتش خالص ان انا ارتاح، عندي لعيبه مصابه، عندي اجواء شويه صعبه، لكن ده حال النادي الاهلي. يعني خلاص انت لما بتكون على القمه بتشارك في كل البطولات تقريبا، بيبقى عندك برضو حاجات ليها علاقه بالمنتخب ومباريات والتزامات بالمنتخب، معظم اللعيبه عندك، فده الحال للأسف الشديد، بس احنا متفائلين بشكل كبير جدا. كده كده انت بتحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد عندك 6 نقاط، بعد كده ميدياما المركز الرابع برصيد 4 نقاط، وبعد كده لو انا مش غلطانة شباب لوزداد، وبعد كده يانج افريكانز، فبرصيد تقريبا 5 نقاط لكل واحد فيهم يعني، فمتصدر المجموعة، تعادلت مع يعني يانج افريكانز، لكن في الأول وفي الآخر انت النادي الأهلي، انت النادي الاهلي، فبالتوفيق ان شاء الله، ضغط كبير عليهم لكن احنا متفائلين باذن الله. خليني بقى اكمل مع حضراتكم واروح للاتحاد الافريقي لكره القدم اللي اعلن استضافه القاهره ان شاء الله النهارده لقرعه الدور التمهيدي لبطوله كاس الامم الافريقيه اللي هتستضيفها المغرب في 2025. اعتقد ده حدث محترم جدا، بتضم الجوله التمهيديه عندك من بطوله كاس الامم الافريقيه للمغرب او في المغرب 2025، عندك 8 منتخبات، والاقل تصنيفا وفقا للتصنيف هنا هو او هي الصومال، وبعد كده جيبوتي، وعندك بقى الليسته كلها، بس انا سعيده ان برضو ده بيقام في القاهره، بالتوفيق اعتقد برضو هتكون يعني او هيكون حدث محترم جدا، ونتمنى ان احنا باذن الله 2025 يكون في شكل مختلف تماما، يكون في شكل مختلف، يكون في اداء فني مختلف، ويكون في نتائج مختلفه. طيب هروح بقى مع حضراتكم دلوقتي، خلينا نروح بقى نتابع درجات الحراره والطقس سريعا جدا ونرجع نكمل لسه اخبارنا. برحب بحضراتكم مره كمان اكيد، ودلوقتي خلينا نروح نتابع اخبار النادي الاهلي زي ما احنا متعودين. معانا النهارده هنا ابو القاسم موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا بونجور عليكي وصباح الهنا طبعا، وعايزين نعرف منك كل الاخبار الخاصه طبعا بالنادي الاهلي وفرقنا المختلفه والانشطه الموجوده هناك، اتفضلي. يا صباح الخير عليك يا نهاوند وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. والحقيقة أن احنا النهاردة معانا أخبار كتير جدا متعلقة بفرق النادي الأهلي، لكن خلوني في البداية أنقل لحضراتكم الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يعني يمكن الأعضاء كالعادة بقى متواجدين في النادي منذ ساعات مبكرة من اليوم، يمكن كمان المعظم متواجد من فئة كبار السن، لان طبعا زي ما احنا عارفين انه خلاص بقى الدراسه رجعت مره تانية. كمان خليني اقول لكم ان معظم الاعضاء متواجدين حول المبنى الاجتماعي بيستمتعوا بقى بالساعات الصباحيه داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، وكمان في سيوله مروريه جيده للطرق المؤديه للنادي، فكل الاعضاء بقى تقدروا تيجوا وتستمتعوا اكيد باليوم داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، الحقيقه واجواء مميزه جدا. ده على صعيد الاجواء. خلونا بقى دلوقتي نبدا مع اخبار فرق الرياضيه المختلفه، والبدايه مع الفريق الاول لكره القدم. فريق النهارده طبعا هيكون عنده مران صباحي، يمكن اللاعبين بالفعل متواجدين في النادي من الساعه 10 صباحا، مران ان شاء الله هيبدا الساعه 11، وبقى بيواصلوا استعداداتهم للمباراه القادمه اللي ان شاء الله هتكون امام فريق ميدياما الغاني يوم الجمعه القادم ضمن منافسات دور المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا. طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي. خليني اقول لك يا هوند انه طبعا الفريق كان استأنف تدريباته امس بعد راحه سلبيه لمده
و40 ساعه. وخليني بقى انقل لحضراتكم تفاصيل اكتر عن مران امبارح. يمكن كالعاده مستر مارسيل كولر كان حريص انه قبل انطلاق المران يعقد محاضره فنيه مع اللاعبين باستخدام الفيديو عشان بقى يحدثهم عن كل الامور المتعلقه بالمرحله القادمه ومباراه مدياما الغاني. بشكل عام المران كان مبني على بعض التدريبات البدنيه وكمان التدريبات الفنيه بالكره. ويمكن كمان اختتموا بقى المران بتقسيمه قويه بين لاعبين النادي الاهلي، يعني في حاله اكيد من التركيز كبيره جدا. كمان بقى خليني اقول لكم انه على هامش المران كمان واصل كابتن محمد الشناوي طبعا برنامجه التاهيلي بعد تعرضه لاصابه واكيد عمليه جراحيه في الكتف. طبعا بنتمنى له الشفاء العاجل وان شاء الله بقى يرجع مره اخرى يدعم صفوف النادي الاهلي. كمان بقى خليني اقول لكم انه هايلايت مران امس هو الحقيقه رجوع مره اخرى اللاعب وسام علي واللاعب احمد نبيل كوكا وكمان طبعا اللاعب بيرسي تاو للتدريبات الجماعيه للفريق. ان شاء الله كمان النهارده اكيد هيكونوا متواجدين وخلاص رجعوا بقى بشكل طبيعي جدا للتدريبات الجماعيه عشان ايضا يدعموا صفوف الفريق في المرحله القادمه. فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق هم وكل لاعبي النادي الاهلي، ان شاء الله بقى يفوزوا ويحققوا نتيجه ايجابيه جدا في مباراتهم القادمه امام فريق مدياما الغاني زي ما قلت يوم الجمعه القادم. ده على صعيد اخبار الفريق الاول لكره القدم. خلونا بقى ننتقل للالعاب الاخرى، والحقيقه انه معانا اخبار كتير جدا متعلقه بانتصارات وكمان مباريات الالعاب الاخرى داخل النادي الأهلي. خلونا في البدايه نبدا برجال الماسترز، رجال كره الطايره، واللي امبارح الحقيقه حققوا فوز كبير على فريق ايسترن كومباني ضمن منافسات ربع نهائي بطوله الدوري. طبعا زي ما احنا عارفين انه دور الثمانيه بيقام بالنظام بيست اوف 3. المباراه الاولى كانت امبارح وزي ما قلت انتهت بنتيجه 3-0، حين كان في سيطره كامله من رجال الماسترز. كمان خليني بقى اقول لحضراتكم تفاصيل المباراه. الشوط الاول طبعا انتهى بنتيجه 25-17، الشوط الثاني بنتيجه 25-15، والشوط الثالث والاخير بنتيجه 25-11. طبعا النهارده بقى الفريق هيواصل تدريباته، وغدا ان شاء الله هتكون المباراه الثانيه امام ايسترن كومباني. لو فاز الفريق ان شاء الله بكره مش هيكون مضطر انه يلعب مباراه ثالثه وهيتاهل مباشره لنصف النهائي، فبالتاكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان بقى خلونا نروح لسيدات كره الطايره، واللي النهارده عندهم مباراه مهمه امام فريق سبورتنج. المباراه هتكون في سبورتنج الساعه 6 مساء ضمن منافسات طبعا دور الثمانيه من بطوله كاس مصر. اكيد بنتمنى لهم بكل التوفيق. سبورتنج اكيد خصم قوي، لكن سيدات كره الطايره بيستعدوا بشكل قوي، يمكن غادروا للاسكندريه من يوم الاثنين. امبارح كمان خاضوا مران على صاله سبورتنج عشان بقى يكونوا على اتم استعداد لمباراتهم النهارده، فبالتاكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان بقى خليني افكر حضراتكم بموعد السوبر المصري، واللي اكيد بيشارك فيه رجال وسيدات النادي الاهلي. خلوني في البدايه افكر حضراتكم بموعد السوبر المصري بالنسبه للرجال، هيكون ان شاء الله يوم 25 و27 القادمين، واكيد بيضم اربع فرق: نادي الاهلي، نادي الزمالك، طلائع الجيش، واكيد فريق بتروجيت. اتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي. اما عن سيدات كره الطايره فالسوبر المصري هيكون يوم 24 و26، وايضا بين اربع فرق: نادي الاهلي، نادي الزمالك، سبورتنج والصيد. بالتاكيد هتكون منافسات قويه، لكن بقى ان شاء الله السوبر المصري يكون اهلاوي ورجال وسيدات كره الطايره يفرحونا. من كرة الطايرة خلونا بقى نروح لكرة اليد، ورجال كرة اليد إن شاء الله النهاردة هيكون عندهم مباراة مع البنك الأهلي. المباراة هتكون الساعة 8 مساء ضمن منافسات بطولة الدوري، ويمكن كمان هيكون متبقي ليهم بقى مباراة واحدة إن شاء الله هتكون يوم الجمعة القادم أمام سبورتنج قبل فترة التوقف. يعني خليني اقول لكم انه رجال كره اليد ماشيين بخطى ثابته، هم حتى الان متصدرين جدول الترتيب، تعرضوا لهزيمه واحده لكن لسه متصدرين جدول الترتيب. زي ما احنا عارفين انه اكيد بيكون في منافسه قويه جدا بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في كره اليد، فان شاء الله بقى عايزين نفوز في جميع المباريات عشان نفضل متصدرين ونقدر نحسم بطوله الدوري. خلونا بقى نروح كمان لسيدات كرة اليد، واللي هيعودوا للمباريات مرة أخرى النهاردة. يمكن كان بقى لهم فترة كبيرة في فترة توقف، لكن هيكون عندهم بقى عدد من المباريات، وطبعا في المرحلة الختامية للدورة المجمعة الأولى من بطولة الدوري. زي ما قلت هيكون عندهم مباراة النهاردة وبكرة ويوم الخميس إن شاء الله. النهاردة هتكون مباراتهم مع سموحة هتكون الساعة 2، وغدا هتكون مع الشمس الساعة 8، ويوم الخميس إن شاء الله هتكون مع الزمالك الساعة 8 مساء ايضا. والحقيقة ان كل المباريات هتكون على صالة نادي الشمس، فبالتأكيد بنتمنى كل التوفيق لسيدات كرة اليد.
كمان شباب كرة اليد 2006 قدر أمس يحقق فوز على فريق الأولمبي بنتيجة 30-25 ضمن منافسات بطولة الدوري. حال المباراة شهدت ندية قوية بين الفريقين، لكن بقى روح النادي الأهلي الحقيقة اللي بتكون متواجدة في كل الفرق الرياضية منذ الصغر قدرت تسيطر على المباراة وقدروا يحسموا المباراة لصالحهم. خلونا بقى نروح للعبة كرة السلة، وسيدات كرة السلة النهاردة هيستأنفوا تدريباتهم بعد راحة سلبية لمدة 48 ساعة. خليني أقول لكم أنه هيبدأوا بقى الاستعدادات للمباراة القادمة واللي إن شاء الله هتكون أمام نادي الزهور يوم السبت ضمن منافسات بطولة دوري السوبر. بالتأكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. أما عن رجال كرة السلة فتم الإعلان خلاص عن موعد مبارياتهم في بطولة الـ BAL أو زي ما متعرف عليها بطولة البال، واللي هتقام هنا في مصر على صالة دكتور حسن مصطفى. خليني بقى أقول لحضراتكم عن مواجهات النادي الأهلي. إن شاء الله مباراتهم الأولى هتكون أمام فريق سيتي أويلرز وهتكون يوم 19 إبريل، مباراة تانية هتكون أمام فريق الأهلي الليبي هتكون يوم 20 إبريل، والمباراة التالتة هتكون أمام فريق بانجي طبعا من إفريقيا الوسطى وهتكون يوم 22 ابريل. دي مباريات الذهاب، اما بقى مباريات العوده هتكون ايضا امام سيتي اويلرز يوم 24 ابريل مع الاهلي الليبي يوم 26 ابريل، والمباراه الاخيره هتكون امام فريق بانجي يوم 27 ابريل. والحقيقه انه بقى الخبر الجيد انه هيكون في ان شاء الله حضور جماهيري، فان شاء الله تكون بطوله اهلاويه ويظل اللقب في الجزيره، ونشوف كمان بقى رجال الماسترز كره السله بيتاهلوا لكاس العالم للأندية. فبالتأكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. يعني هنوانت دي كانت كل أخبارنا النهاردة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. أكيد طبعا معاكي لو عندك أي استفسارات، ولأن العودة ليكي مرة أخرى في الاستوديو. هي كالعادة تغطية رائعة منك يا هنا، بالعكس أنا بشكرك جدا على هذه التغطية، شكرا ليكي. طيب دلوقتي خلينا نتعرف على قائمة هدافي برشلونة الأسرع وصولا، بتتكلم ل 50 هدف من خلال الفيديو جراف ده، ونرجع نكمل. عندنا كلام كتير في الكرة العالمية، تحديداً هنركز على الكرة العالمية في الفقرة دي والمحترفين المصريين بالخارج مع الأستاذ محمد همام الناقد الرياضي اللي منورنا. صباح الهنا. صباح الخير على حضرتك أستاذ هواند، وصباح الخير على سادة المشاهدي كرة النادي الأهلي. أنا هبدأ بموضوع كان شوية عامل يعني تعليقات وحاجات كده مختلفة على السوشيال ميديا، وكان غريب ومضحك في نفس الوقت. هبدأ بملف محمد صلاح وطبعا الإصابة اللي كانت هنا والناس اللي شككت في الإصابة، وبعد ما رجع وتألق في الماتش الأخير لليفربول وكان ساعد في إحراز هدف وأحرز هو كمان هدف، الناس كلها جت قالت لك بعد كده بس ده عندنا احنا، هو كان بيهزر بقى، ده كانوا بيضحكوا علينا ما كانش مصاب، طب ما هو كويس اهو، طب هو ما بيأديش ليه كده مع المنتخب، كل ده وأكتر بكتير اتقال. يعني خلينا نبدأ من هنا، وسؤالي هيكون كالتالي، بتشوف ازاي التشكيك في فكرة ان محمد صلاح اصلا مصاب وان هو اداؤه فعلا مختلف تماما مع المنتخب ومختلف يعني اقل من اللي احنا نعرفه مع ليفربول، والحاجة التانية فكرة برضو يعني عودته بهذه القوة مرة تانية مع ليفربول، يعني انا عايز ابدأ من الزاوية دي. في البداية طبعا هنتكلم عن نقطة الاصابة، فنقطة الاصابة كانت معلنة وواضحة من نادي ليفربول وتحديدا من يورجن كلوب لما اعلن في مباراه بعد مباراه بورنموث ان صلاح هيغيب لفتره، وتحديدا ان ممكن لو قدر ان هو هيلحق نهائي كاس الامم الافريقيه في حال وصول المنتخب المصري ممكن ينضم للمعسكر وقتها تاني. لكن بعدها فوجئنا بتغريدات من رامي عباس وكيل اللاعب، واعلن ان قال بعدها ان الاصابه يعتبر مش اصابه سهله وهتاخد اكتر من المده اللي كانت متوقعه، وبناء عليه فعلا الكلام كان صحيح من تحديدا سواء كان من يورجن كلوب او من رابي عباس، وفعلا غاب قرابه شهر، وحتى بعدها حتى بعد مباراه برنتفورد قال تقارير صحفيه ذكرت ان صلاح ممكن حتى ما يلعبش مباراه بكره مباراه لوتون تاون، ان في برضو لسه الاصابه برضو مش يعني مش لائق 100%. فبناء عليه كان الكلام سواء من هنقول الكلام في مصر هنا كلام كان غير صحيح. لو هنتكلم عن نقطه من الناس من البعض اللي شكك اكيد بنتكلم برضو ان صلاح اكيد لاعب محترف
لاعب صغير ان هو هيطلع والبعض قال ان هو يعني اتحجج علشان خاطر مباريات ليفربول وتحديدا كان في فتره مباراه تشيلسي مع ارسنال في الدوري الانجليزي، لكن احنا شفناه بعدها ان هو غاب في مباراه فعلا تشيلسي وارسنال وماتش بيرلي وكان بديل في مباراه برنتفورد وكان ممكن ما يلعبش او ممكن يلعب في الشوط الثاني لولا اصابه دييجو جوتا في الشوط الاولاني. خلينا بقى نروح ما بعد المباراة. ما بعد المباراة مش بس الناس تغنت بيه كالعادة، بس الصحف الإنجليزية، وأنا بحب أتابع الصحف الإنجليزية، يعني كتبت منشطات قوية جدا على محمد صلاح. يعني قال لك في كرة قدم وفي لعيبة عالميين وفي محمد صلاح، حطيته في حتة لوحده. ده شهادة أو دي شهادة كبيرة جدا. وفكرة برضو تاني إن أنت راجع من الإصابة ودخلت الملعب أو نزلت أرضية الملعب وتألقت بهذا الشكل، بغض النظر بقى هيلعب ولا لا المباراة القادمة، بس تواجده عمل فارق كبير جدا وتواجده كالعادة بيعمل فارق كبير جدا. برضو ده تحليلك ليه ايه؟ وليه ده الناس بتقولك مش شايفه مع المنتخب؟ هل العبرة برضو بالسكواد اللي معاك بيساعدك او لا؟ برضو خلينا نبقى صراحة، ولا الموضوع ملوش علاقة قوي بده؟ طبعا لا، في فرق امكانيات طبعا لما هنقارن لعيبه بحجم لعيبه ليفربول، ان كل يعتبر التيم لعيبه دوليه في منتخباتهم من اول حراسه المرمى في اليسون بيكر لحد المهاجم وداروين نونيز في منتخب، يعني مهاجم منتخب اوروغواي. صلاح ركيزه اساسيه وعمود اساسي في الفرقه مع يورجن كلوب، وهو بالزبط. بنفسه قال يعني وقت انضمام لمنتخب مصر هو وتارو اندو ان هو بيتمنى ان هو خروج منتخب سواء المصري او الياباني مبكرا علشان يقدروا يلحقوا الفريق في الاستحقاقات المقبله. صلاح ورقة أساسية في عند يورجن كلوب، وخصوصا ان احنا في الفترة دي كمان يعني الإصابات كتيرة في الخط الأمامي. لو احنا اتكلمنا على دييجو جوتا او اتكلمنا حتى داروين نونيز، فالعناصر قليلة عند يورجن كلوب. عودة صلاح عودة مهمة جدا، خصوصا في مباراة زي مباراة لوتون تاون والمنافسة على الدوري الإنجليزي او نهائي كأس الكارباو يوم الحد اللي جاي، وبالتالي ان صلاح رجوعه هيفرق مع ليفربول. طبعا صلاح اسطوره من اساطير ليفربول سواء على الصعيد الجماعي مع ناحيه البطولات اللي حققها مع النادي، وخصوصا ان الموسم ده عنده اكتر من بطوله بينافس عليها، بجانب ارقامه من الناحيه التهديفيه ومنافسته السنه دي على لقب هداف الدوري الانجليزي مع ايرلينج هالاند. يعني يمكن احنا شايفين صلاح على الشاشه. قبل ما اقفل ملف صلاح، بس شوف انت بتتكلم عن لاعب بهذه الارقام وهذا يعني الاداء الرائع جدا، بس على صدق وما يقيل عنه ما يكتب عنه في الصحف الانجليزيه، وتعالى على الصعيد الثاني شوف هنا بيتشكك فيه ازاي، بينتقد ازاي، بيتم التقليل منه ازاي. فتعرف المشكله في ايه؟ تحس ان عالمين مختلفين. يعني في الخارج ما فيش التقليل ده من الاشخاص مهما حتى كان مهما حصل، لكن عندنا احنا في الداخل، ومش هقول كل بس البعض، بيتفنن في كسر الخاطر، في احباط بعض الأشخاص الناجحة. أنا مش عارفة ليه الثقافة دي عندنا. هل أنا مثلا لازم أعمل كده عشان أحس أن أنا مش أقل من غيري؟ هل أنا لازم أعمل كده عشان ألفت النظر ليا؟ أكيد ليها مدارس، بس تخيل الفارق بين هنا وهناك كبير قوي. وفي الأول وفي الآخر ده مصري، بغض النظر بقى أنت بيشرفك ما بيشرفكش، وبيلعب باسم نفسه، بيلعب باسم المصريين، هو في الأول وفي الآخر بيلعب باسم محمد صلاح يعني. بس ليه الفوارق دي عندنا؟ ليه الكلام دايما عندنا فيه انتقاد واحباط؟ ليه بنستفاد ايه بده؟ لو هنتكلم على النقد فهو نقد طبيعي عموما يعني، لكن النقد فيه فرق ما بين النقد يعني بنقد عموما لو انا بنقد او منطقي والنقد هدام يعني. يعني هو عموما كان يعني لو هنقارن مقارنه بسيطه شويه، يعني مثلا كان ليونيل ميسي، وما فيش حد يقدر نختلف على مستوى وارقام واللي حققه ليونيل ميسي في تاريخه الكروي، لكن كان مع المنتخب الارجنتيني كان بيتعرض لانتقادات كبيره ان هو ما يقدرش ان هو يحقق مع المنتخب اي بطوله تذكر واي يعني حاجه قويه للمنتخب الارجنتيني، حتى لغايه وصول لكاس العالم 2022 وفوزه بالبطوله. فكان طول مسيرته ليونيل ميسي كان بيتعرض لانتقادات من الناحيه الدوليه، لكن في الاول وفي الاخر انا طالما انا طبيعي ان انا لاعب نجم اسطوره سواء مع ناديه او حتى مع منتخب بلادي، فانا اكيد يعني هتعرض لانتقادات، وهنا يعني رد الفعل هي الاهم، وهو نقطه صلاح تركيز يكون مع الفرقه او مع المنتخب، وخصوصا ان صلاح دلوقتي يعني الامال عليه مع ناديه ومع منتخب بلاده، فاكيد هو حاطط في اعتباره كده. في فارق ب
بين ان انا زعلانه من لاعب عشان ما بيلعبش كويس مع المنتخب، وفي فارق بين ان انا ببتدي انتقد اللاعب ده واكسر من قيمته علشان انا معترض معاه او شايف فيه مشاكل معينه هو لازم يحلها. في فارق كبير استاذ صحيح. محمد زي ما صحيح. احنا بنتكلم صحيح. لو انا هتكلم عن ميسي ممكن يكون في انتقاد ان هو ليه مش بيجيب كاس العالم للارجنتين، بس احنا عندنا المشهد ما كانش كده، الحق يقال صحيح. يعني احنا عندنا الموضوع كان اوفر بزياده. طيب هنقفل ملف محمد صلاح وخلينا نروح للنني، وعايز اروح لارسنال كمان. انا من الناس بحب ارسنال بشكل كبير جدا لان نادي بيشتغل على نفسه بيتطور. الموسم اللي فات شفنا ارسنال كان متالق جدا لكن ما لم يتم التوفيق يعني في النهايه. الموسم ده داخلين بقوه، دلوقتي هم المركز الثاني، اخر ماتش كان رائع جدا، خماسيه نظيفه، يعني في شغل وفي تطوير وفي اصرار على العودة مرة تانية بعد غياب سنوات طويلة جدا. بتشوف ده ازاي؟ وفي نفس الوقت هل انت متوقع ان ممكن أرسنال فعلا يغير من ترتيب الدوري الانجليزي هذا الموسم او يعني خلينا نقول الفترة القادمة، يعني ما نلاقيش بقى التاني ليفربول بعد كده مان سيتي وبعد كده أرسنال، هل ممكن تنافس او في تنافس على المركز الاول مع ليفربول؟ في البداية أرسنال وجد المدرب اللي يناسب للنادي والمشروع وهو كان مايكل أرتيتا، رغم ان كان البداية مع أرسنال ما كانتش بالبداية المتوقعة او البدايه المأموله للنادي والاداره او الجمهور، لكن الاداره دعمت المدرب في اكتر من ميركاتو، وتحديدا كان اخرها في ميركاتو الصيف اللي فات وتعاقد مع ديكلان رايس بقيمه ماليه كبيره جدا، رغم من وجود اكتر من نادي كان بينافسوا على اللاعب سواء كان نادي مانشستر سيتي او مانشستر يونايتد او تشيلسي، لكن الاداره دعمت المدرب بصفقات قويه، وبناء عليه هو وجد دعم من الاداره ودعم من الجمهور، وظهر في ارض الملعب من ناحيه النتائج في الموسمين الاخاره سواء كان الموسم اللي فات او الموسم الحالي. الموسم اللي فات فعلا كان الفريق كان متصدر ترتيب للدوري حتى الاسابيع الاخيره لولا خبره مانشستر سيتي والسكواد مانشستر سيتي القوي، كان ممكن يقدر ينافس على البطوله، لكن ما يعني ما رماش المنديل، رجع تاني للموسم ده وبينافس على البطوله رغم ان الاسابيع الاخيره كان بيعاني، لكن شفنا في اخر حوالي 3 او 4 جولات فوز على ليفربول ب3، فوز على ويست هام في ديربي لندن ب6، وفوز على بيرلي ب5، نتائج كبيره رغم ان هو ما عندوش حتى مهاجم صريح صحيح. وهو خيسوس، جابرييل خيسوس، وفي نفس الوقت وجود اكتر من لاعب في الفريق ما بيعتمدش على لاعب واحد بعينه، لو كان اتكلمنا على بوكايو ساكا او مارتينيلي او هافرتس او اكتر من لاعب، فارسنال الموسم ده فايق، لكن لسه هنشوف الاسابيع اللي جايه هتبين اكتر، خصوصا ان ارسنال هيكون بينافس على داخل على بطوله دوري ابطال اوروبا بجانب الدوري الانجليزي. في ناس بتقول لك او بيراهنوا على ان ممكن ارسنال يفوز بالدوري الانجليزي هذا الموسم بدراستهم او بمتابعتهم للمشهد حاليا، يعني ارسنال لا فعلا ممكن يمثل في المستقبل القريب جدا خطوره على ليفربول. بالمناسبه المواسم اللي فاتت كنا بنشوف منافسه يعتبر شبه ان هي ما بين ليفربول ومانشستر سيتي، لكن اخر موسمين دخول ارسنال مع الموسم ده عوده ليفربول، فشفنا بنشوف منافسه ثلاثيه ما بين ليفربول بالترتيب او ارسنال او مانشستر سيتي. لو هنتكلم على السكواد في الفرقتين وتحديدا مانشستر سيتي وارسنال، فهم يعتبروا اكثر فرقتين جاهزين بالزبط. عندهم بدل اللاعب اساسي وبديل، عكس ليفربول الفتره الاخيره بيعاني من اصابات سواء كان اليسون بيكر، دومينيك سوبسلاي، نونيز، في برضو في ماتيب في الدفاع، ارنولد طبعا، ففي اكتر من اصابه عانى منها ليفربول وبيعاني منها الفريق. فارسنال رغم ان هو زي ما احنا ذكرنا في وجود مثلا جابرييل خيسوس وهو اللاعب الاساسي او المهاجم الاساسي في الفريق، لكن في اكتر من لاعب هداف. مانشستر سيتي كذلك في المباراه الاخيره رغم ان كان مباراه صعبه خصوصا بعد تفوق تشيلسي، وكان يعتبر تفوق في الشوط الاولاني كمان من الناحيه الفرص والخطوره على المرمى، لكن مانشستر سيتي قدر ان هو يخرج بتعادل وكان ممكن يقدر يكسب. الدوري السنه دي دوري صعب، لكن رايي ان هيكون المنافسه في النهايه هتنحصر ما بين ارسنال ومانشستر سيتي. كويس جدا. هنسيب شويه بقى الدوري الانجليزي وخلينا نروح لعمر مرموش والدوري الالماني وتالقه مع انتراخت فرانكفورت وبرده التذبذب الموجود دلوقتي في التوب 3، يعني البايرن في المركز الثاني حاليا برصيد 50 نقطه لو انا مش غلطانه. يعني رايك ايه هذا الموسم في الدوري الالماني حتى هذه اللحظه من مباريات اقيمت؟ يعني
ليفركوزن بيقدم بالبدايه طبعا في الصداره فريق باير ليفركوزن بيقدم موسم استثنائي وموسم كبير جدا، خصوصا ما كانش حد متوقع ان حد هيقدر ينافس بايرن ميونخ بطل دوري الماني في اخر 10 مواسم، خصوصا كمان وجود صفقه كبيره عملوها في الصيف اللي فات وهو التعاقد مع هاري كين، ورايي ان هو لاعب يعني غير محظوظ مش موافق الصراحه، سواء كان مع بايرن ميونخ او حتى مع قبلها مع توتنهام هوتسبير، هو النهارده كنا متوقعين ان هو هيروح بايرن ميونخ هينافس على بطولات سواء كان دوري او دوري ابطال اوروبا، لكن ممكن بنسبه كبيره خسرانين بس لسه يعني. هل الحكم دلوقتي فار يعني؟ صعب خصوصا بايرن ليفركوزن فايق الموسم ده جدا، فوزهم الاخير على بايرن ميونخ 3-0 مع مدرب تشابي الونسو عامل طفره كبيره جدا جدا مع النادي وحتى في الكره الالمانيه، والدليل ان احنا بنشوف دلوقتي ارتباط المدرب بالانتقال لتدريب ليفربول، وكلام حتى على بايرن ميونخ ان هم ممكن يجيبوه في الموسم اللي جاي مكان توماس توخيل. بايرن ميونخ الموسم ده مش بافضل حالاته، حتى في دوري اوروبا خسران من لاتسيو 1-0، محتاج يعوض في مباراه الاياب على ملعبه، فبايرن مش مستقر من الناحيه الفنيه رغم ان هو بيمتلك افضل نجوم قد يكون مش في الدوري الالماني لا في العالم مع هداف كبير زي هاري كين، لكن موسم طبعا كان مفاجاه في الدوري الالماني بالانتقال على مرموش، اول موسم ليه مع ايتراخت فرانكفورت، ومرموش يعني بيطلع السلم بشكل تصاعدي سواء كان في البدايه مع فولفسبورغ وخروجه اعاره لفريق كان سانت باولي اظن وكان في درجه ثانيه، فهو ماشي يعني خطوه خطوه، ما دخلش على طول مع فريق كبير، لا هو ماشي خطوه خطوه، لكن الموسم ده انا رايي ان هو الافضل لمرموش ان هو يبتدي يبص على خطوه اكبر، خصوصا ان برضو سنه برضو لسه احنا بنتكلم في يعني حوالي 24-25 سنه، فبالتالي ده السن الافضل ان هو ينتقل لمرحله اكبر، وخصوصا ان احنا شايفين ارتباط اسمه بالانتقال للدوري الانجليزي وتحديدا لنادي زي توتنهام، وكان كلام قبل كده على ارسنال، فاكيد مرموش بيقدم من افضل المحترفين طبعا مع وجود محمد صلاح ووجود كمان مصطفى محمد وتريزيجيه. طيب هنتقل سريعا عشان على قد ما نقدر نروح لكل الدوريات، للدوري خلينا نروح الاسباني. الدوري الاسباني دلوقتي برضو حسب النتائج الاخيره انت بتتكلم الريال متصدر تقريبا 62 نقطه وجيرونا وبعد كده برشلونه، برشلونه حاجه و50 تقريبا 52 حاجه زي كده. في زي ما تقول كده يعني تذبذب شويه، ريال شويه برشلونه، جيرونا دخل في النص يعني. هل انت شايف عامه الموسم ده في كل الدوريات ابتدى يبقى في فرق جديده او فرق مش عايزين نقول جديده مش مألوف تواجدها بين الكبار، ابتدى يبقى ليها مكان وبقى في عدم استقرار شويه وعدم ثبات في نتائج الفرق الكبرى او الفرق اللي هي واخده على المراكز الاولى بتحتل دايما المراكز الاولى وده في كل الدوريات عموما في الدوريات في الدوريات الخمسه الكبار؟ لو يعني اتكلمنا على استون فيلا في الدوري الانجليزي، لو اتكلمنا على جيرونا في الدوري الاسباني، لو اتكلمنا على باير ليفركوزن في الدوري الالماني، فظاهره ما عدا مثلا انتر في الدوري الايطالي فهو متصدر وباريس سان جيرمان متصدر في الدوري الفرنسي. اصل باريس سان جيرمان هيتصدر ما مفيش هينافس مين يعني؟ مفيش منافس ليه. لكن وجود جيرونا وهو طبعا مشروع من ضمن يعني نادي من ضمن انديه سيتي جروب وهو مالك مانشستر سيتي، فبالتاكيد جيرونا برضو من الانديه اللي عاوزه تكون ليها وجود في الدوري الاسباني، وفي نفس الوقت الكلام لسه بنشوفه هيقدروا يشاركوا في دوري ابطال اوروبا الموسم اللي جاي حتى لو هم صعدوا، خصوصا ان زي ما انا ذكرت ان هم نفس الشركه التابعه لمانشستر سيتي، فطبعا يمنع وجود فرقتين من شركه واحده او من مؤسسه واحده، لكن جيرونا طفره حققوها في الدوري الاسباني الموسم ده، البعض توقع ان هم ممكن يدخلوا في منافسه مع ريال مدريد، لكن يبقى ريال مدريد هو يعني المسيطر والافضل من الناحيه الماديه والناحيه الاسكواد ومن ناحيه الاطار الفني، فوجود استقرار على كامل الاصعده مع ريال مدريد وده بنشوفه في ظهر في النتائج في الدوري الاسباني، صحيح ان هم في اخر جوله تعادلوها مع رايو فايكانو، لكن ريال مدريد يبقى المرشح الاول وهو هيكون الوحيد في الدوري الاسباني الموسم الحالي، صحيح ان في جود بلينجهام برضو مصاب وكده وهو يعتبر الاهم لاعب في الموسم الحالي الحصان الاسود صح اللاعب الاهم في الموسم الحالي لريال
ريال مدريد، لكن يبقى ريال مدريد ما فيش ليه منافس الموسم ده، وخصوصا ان احنا بنشوف جيرونا مش هيقدر، يعني ما فيش نفس طويل مع مشاكل برشلونه واتلتيكو مدريد. نقطه بقى مشاكل برشلونه دي اللي عايز اتكلم معاك فيها شويه، يعني من 2019 واحنا بنسمع عن بدايه الازمه الحقيقيه بقى واقتصاديا، وابتدت كمان يبقى ليها تبعات على برشلونه ومع رحيل ميسي وكل الكلام ده، قلنا الموضوع ربما مش هياخد اكتر من سنتين ثلاثه ويعودوا مره تانية التالق، لكن حتى هذه اللحظه ما اقدرش ان هم، يمكن الموسم اللي فات شويه بس ما نقدرش احنا نقول برشلونه رجع للعهد بتاعه، لا لسه تماما. متوقع امتى؟ انت بتتكلم 2019 ل 2024، يعني سنوات طويله مش قليله، الوضع هيبقى كده ولا هيكون في سيستم مختلف ولا في شغل على الارض ربما نتائجه تيجي في القريب؟ يعني لان برشلونه برضو لو احنا هنتكلم عن جماهيريا هو الاشهر، لو انت كمان قارنته بريال مدريد برضو هو الاكبر واكبر كمان على القاعده الجماهيريه، فلازم يرجع مره تانية للمستوى اللي احنا نعرفه. مشكله برشلونه زي ما حضرتك ذكرتي مش مشكله في الموسم الحالي، من 2019 وتحديدا في فتره الاداره السابقه ابرموا تعاقدات بيدفعوا ثمنها حاليا لوجود صفقات ما فادتش النادي. لو اتكلمنا على فيليب كوتينيو، لو اتكلمنا على عثمان ديمبلي، صفقات عدت ال 250 مليون يورو في لعيبه ما فادتش النادي باي شيء، سواء من ناحيه الالقاب او من الناحيه الماديه. يعني كل لاعب حتى منهم مشي، واحد مشي يعتبر بمبلغ ضعيف جدا هو كان كوتينيو، وديمبلي مشي لباريس سان جيرمان برضو، فالنادي ما استفادش منهم. بجانب كده هو لابورتا هو جاي بيحاول يصحح اخطاء السابقين. الموسم اللي فات شفنا قلنا ممكن بداية عودة برشلونة مع عودة تشافي وطريقة البرشلونة القديمة والعهد القديم مع كان حقبة بيب كوارديولا، لكن فوجئنا الموسم ده بإعلان تشافي ان هو هيمشي وان هو مش هيقدر يكمل للموسم المقبل، فهنرجع تاني نقطة الصفر. هو مين اللي هيكون المدرب الجديد لبرشلونة بجانب الصفقات اللي هيقدروا يدعموها او يعملوها الصيف اللي جاي؟ وطبعا اكيد الإدارة بتحاول ان هي تدعم الفريق، لكن المشكله الاكبر كمان من الناحيه الماديه هم مش هيقدروا يجيبوا صفقات كبيره ويدفعوا اموال كبيره زي مثلا ريال مدريد، وبالتالي بيبصوا على النقطه البديله وهي نقطه ان هم يتعاقدوا مع صفقات لعيبه بثمن قليل او لعيبه مجاني، فبالنسبه لهم المشكله كبيره. برشلونه اكيد ان هم بيحاولوا ان هم يجيبوا مداخل للنادي، سواء كان من ناحيه بناء ملعب جديد او حتى من ناحيه ان هم يوسعوا من ناحيه المشروع التجاري، ان هم كانوا في الفترات الاخيره قدروا ان هم يعني يبيعوا الاسهم النادي شويه او يبيعوا يعملوا رفعات للنادي من ناحيه ان هو يبيعوا جزء من القناه او يبيعوا لعيبه او يبيعوا من ممتلكات النادي علشان يقدروا يجيبوا صفقات ويقدروا يدعموا النادي. وبالتالي هيكون المشكله الثانيه برضو ان هو ازاي برضو هيحقق ان هو يجيب فلوس علشان يقدر يسدد الاموال اللي هو اخذها او القروض اللي هو عملها. برشلونه مشكله كبيره جدا قدام لابورتا، ازمه ماليه كبيره صحيح، وده كان بيخليهم يفكروا او بيدعموا فكره ان هم ينفذوا او يعملوا مشروع السوبر ليج اللي يعتبر جميع انديه العالم رفضتها ما عدا كان ريال مدريد، كان بقياده مشروع ريال مدريد مع برشلونه حتى بوجود يوفنتوس، لكن الفكره فشلت. فبرشلونه قدام ازمه ماليه كبيره، مش عارفين لسه هيقدروا يحققوها ازاي ويعملوها ازاي، لكن في وضع هم في وضع حرج، وهو المستفيد الاكبر من الموضوع ده هو اكيد الغريم ريال مدريد. عندنا تريزيجيه، لسه عندنا مصطفى محمد، بس عشان الوقت هنسالك سؤال وده اللي هختم بيه. محترفينا اللي شاركوا مع المنتخب، مين وملهاش علاقه بقى بتاريخ كل واحد مين اكبر، وانا بتكلم النسخه الماضيه، مين اللي انت شايف فعلا الافضل ما بين المحترفين المصريين مع المنتخب؟ ترتيب كده، مصطفى محمد، انا اقول مصطفى محمد، مصطفى محمد، عمر مرموش، تريزيجيه. تمام، كلام محترم. نورتنا يا استاذ محمد بجد، فقره جميله جدا اشكرك عليها. هنروح فاصل سريع جدا نرجع نكمل فقراتنا، خليكم معانا.
الفقرة دي من الفقرات اللي أنا بحبها شخصياً، وأعتقد أي حد بيحب النادي الأهلي أو أي حد بيحب أي حاجة بحب دايماً يرجع بالنوستالجيا ويقعد يسمع كده القصص والكواليس اللي إحنا مش كل الناس تعرفها، مش كل الناس حضرتها، والأمور اللي هي الداخلية اللي كانت بتحصل. كل ده هنتكلم فيه على قد ما نقدر خلال الفقرة النهاردة مع الأستاذ محمد مصطفى، مدير الوحدة الوثائقية بقناة النادي الأهلي. صباح الهنا. صباح النور. أنا سعيدة جداً بجد تبقى فقرة ممتعة، والفقره دي ما بتكلمش فيها كتير، انا بقعد اسمع لان انا عارفه انت عندك يا استاذ مصطفى يعني قصص وكواليس كتيره جدا. خلينا نبدا كده سريعا ونبدا من الاول خالص، واسالك عن كواليس البطولات الكبيره مع فرق النادي الاهلي والسكواد بقى على مدار التاريخ. ايه المشاهد اللي انت ممكن تحكيها لنا؟ ايه الكواليس انت ممكن تحكيها لنا؟ عايز تختار كاس امم افريقيا، عايز تختار كاس العالم للانديه، براحتك، بس انا عايزه اعرف منك بعض القصص والكواليس كانت بتحصل، ويا ريت لو الاجيال القديمه كابتن صالح سليم، كابتن خطيب الفتره دي. لا هو طبعا يعني مثلا هو لو جينا نتكلم عن حاجه زي كده النهارده مثلا 20 فبراير اعتقد من المناسبات الجميله النهارده ذكرى عيد ميلاد اثنين من كبار نجوم الاهلي، الكابتن عماد متعب والكابتن محمود الجهري. 20 فبراير ده 20 فبراير ده برج ايه؟ ده برج الدلو. ممكن مش الدلو؟ والله ما انا عارف. ما هو تقريبا ممكن دلو الجدي ولا ولا لا 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 الدلو الجدي لغايه 20 يناير عشان 17 يناير يلا مش هنختلف. لا ما هو انا 17. اوكي 17 الجدي من 21 الدلو. ماشي ماشي شخصيات قويه كده كده يعني. كل بص كل برج هيقول لك على نفسه انا اعظم. لا لا بس بجد يعني. لا بجد دي حقيقه. لا هو اعظم برجين اللي هو يناير اعظم في شهرين يناير واكتوبر. انت شايف كده والاسد ايه طيب؟ لا ده الاسد كل سنه طبعا وكابتن عماد متعب طيب من النجوم الكبار جدا ومن اللي عملوا علامه كبيره وصنعوا تاريخ كبير مع النادي الاهلي. عماد متعب نموذج راس الحربه يعني اللي هو العصري على فكره، يعني راس الحربه ممكن اللي احنا اللي النادي زي الاهلي محتاجه النهارده نموذج عماد متعب. يعني انت انا ممكن بختلف عن ناس كتير في قصه راس الحربه ولازم يكون هيدرز ولازم يكون ما اعرفش ايه يعني اقول لك على حاجه، كان في نموذج حسام حسن وفي نموذج عماد متعب. في الكره الحديثه النموذج عماد متعب هو النموذج اللي نفسي اشوفه في الاهلي، لانه اللاعب المتحرك، اللاعب اللي بيجيب اهداف في اي وقت، اللاعب اللي بيشتغل مع زمايله، اللاعب لاعب متحرك جدا جدا. حسام حسن احسن مهاجم صندوق شفناه يعني. وده امر مختلف زي يعني الستايل اللي هو تحركاته كلها 90% منها جوه الصندوق، انما عماد متعب ستايل حاجه غريبه جدا ان مصر بلدنا في وعدد الانديه الكبير دوت وقطاعات الناشئين كلها ما بيطلعش زي عماد متعب لغايه النهارده. من ساعه ما اعتزل ما فيش حد زي عماد متعب. ده من افضل رسل الحرب اللي هي جت. وعلى فكره الكابتن محمود الجهري برده اللي هو برده ذكرى ميلاده النهارده، هو مواليد سنه 38. الكابتن محمود الجهري كان من افضل المهاجمين في تاريخ مصر وله تاريخ كبير في البطولات الافريقيه وكده، تاريخ عظيم تاريخ عظيم. وكمان لو هنيجي على صعيد هنا البطولات، خليني اروح معاك تحديدا، توج الاهلي بكاس السوبر الافريقي كان المره السادسه في تاريخه. الاهلي فاز على الصفاقسي التونسي وقتها 3-2. يعني برضه الماتش ده عمرو جمال جاب فيه جولين اعتقد افتكر يعني. مين ناجي جده كان انا فاكره عمرو جمال كان هدفين لعمرو وهدف لجده لو انا مش غلطان. ممكن كان فكان ده كان من الماتشات. الماتش ده افتكر كان في 2014 يعني 2014 20 هو شوف انت بس قول حاجه هتلاقيها معانا. كان 20 فبراير 2014 ده جده. ده 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 ده, ده جده برده كان من اللعيبه الثقيله قوي ثقيله. دي حقيقة. بس جه متاخر. جه متاخر جينا لاعب كبير يعني ما كانش. وبعدين ان قبل ما يجي الاهلي على طول كان عامل بطوله كبيره في كاس امم 2010 وجايب 5 اهداف كلها كان جايبها في كان في نموذج زي جده في نموذج عالمي. كان في سنه 90 كان منتخب ايطاليا كان في لاعب اسمه سكيلاتشي كان دايما بينزل بديل في الاخر ويجيب اجوان، جاب 6 جوان في البطوله دي وكان هداف في بطوله كاس العالم رغم ان ايطاليا ما خدتش البطوله. محمد ناجي جده عمل نفس الامر مع منتخب مصر في 2010 وجاب 5 اهداف كلهم في الدقيقه الاخيره كان بينزل بديل
بس احنا مصر خدت البطوله. سواء كان هداف وقتها تقريبا كان هداف البطوله كاس العالم لا هداف كاس امم افريقيا اللي احنا فزنا بيها في ايوه في انجولا اعتقد افتكر فاكره اسم سكلاتشي ده كنا بنقول وانا فاكر ده في 90 كان كاس العالم كاس العالم انا بتكلم على سكلاتشي على فكره سكلاتشي خد هداف كاس العالم ما هو بالظبط ده اللي انا اقصد كان نفس النموذج نموذج محمد كان لاعب برضو وقتها ما كانش مشكله سكلاتشي قبل البطوله ما كانش ما تتوقعش بس هو ادى اداء لا هو يعني هو في البطوله كان مفاجاه البطوله تحس كان في ايه وقتها زي جده ما كانش حد متوقع ان دايما ينزل في خمس ماتشات في الدقائق الاخيره ويجيب هدف الفوز لمنتخب مصر يعني حاجه كان ظاهره غريبه على فكره ما هي كده في حاجات غريبه يعني في لعيبه تظهر فجاه وتختفي يعني احنا بنتكلم على سكلاتشي هو ظهر وقت البطوله واختفى بعد البطوله يعني هو اختفى قبل البطوله ظهر في البطوله اختفى بعد البطوله ما ايه المبرر ما تفهمش يعني وهو قبل البطوله ما كان بديل هو كان في منتخب غريبه بطولة. جدا فعلا مش كل اللعيبه بتعمل كده يعني احيانا بتبقى في ظواهر وبعدين غريب ان لاعب معروف ان كل ماتش هينزل يجيب جون وبرده يجيب جون والدفاع ما ينتبهش ليه محمد ده جدا نفس القصه كل ماتش نازل وهيجيب جون والناس مستنيه يجيب جون ويجيب الجون يعني حتى المدافع انا مستني ان هو يجيب جون المفروض يكون في رقابه زياده في حاجه معقول ورغم ذلك كان بيجيب جون بس ناجي جده كمل شويه صح يعني صح طيب تعالى بقى نروح شويه برده لزمان ونتكلم عن استعداداتنا للمباريات وانا عارفه ان انت برضو يعني ملم بالافكار او ملم بالكواليس اللي كانت بتحصل وقتها بتشوف انهي فتره كانت الافضل مع النادي الاهلي في فكره الاعداد وفكره القوه وفكره الاوضه اللبس والكواليس اللي كانت بتحصل فيها لان مش كل الفترات ومش كل السكواد الموجود على مدار بقى الزمن ومدار الاجيال المختلفه بتبقى شبه بعض فاخدنا لورا شويه وخدنا يعني للتاريخ شويه بص هقول لك على حاجه زمان ما كانش في حاجه اسمها معسكرات يعني انا هقول لك على في وقائع مثلا في ده زمان ده بتتكلم على امتى زمان ده كتير يعني لان معسكرات دي زمان ده لغايه يمكن تقول التسعينات كمان مش ما كانش في حاجه اسمها معسكر يعني كانت اللعيبه بتتجمع في النادي يوم الماتش وتيجي على الماتش حتى بقى معسكر ليله الماتش ونبات والقصص دي كلها ما كانتش موجوده بل انه قبل كده بقى ما كانش كده كمان كان احيانا كان كل الفرق انا النهارده هنلعب مثلا الاهلي هيلعب مع الترسانه اللعيبه بتتقابل في نادي الترسانه في الملعب كل واحد بيجي بطريقته طب هل ده كان الافضل اعتقد مش لا الأفضل يعني هو برضو ما هو الزمن بيتغير بمعنى ايه كره زمان ما كانتش معنى ان انا اجيب باص بقى ومعسكر ويباتوا في فندق ويباتوا في النادي والقصه دي ده كانت تكاليف عاليه جدا الكوره ما كانتش ذات عائد مادي زي ما بيحصل بعد كده ما كانش فيه الكلام ده فكانت اللعيبه بتيجي يعني اوقات على واقعة في احدى الماتشات الاهلي خسر ان في ثلاث لعيبه جم قبل الماتش بخمس دقائق على ما وصلوا مواصلات ده حصل على فكره وخسرنا كانت خساره كبيره اعتقد كانت نادي الترسانه برضو كانت في 49 كان ده وقت كابتن مصطفى رياض ده ولا كان لا 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 قبل مصطفى رياض كان في ثلاثه في الترسانه من السودان لعيبه كبار قوي منهم حد اسمه حمدتو مش متذكر قوي الاسامي لكن كانت فرقه كبيره قوي يعني الترسانه طول عمرها على فكره فرقه كبيره ويعتبر كانت من الفرق اللي ليها ديربي قوي جدا جدا مع الاهلي في القاهره الترسانه لغايه تقريبا ترسانه كابتن الشاذلي وكابتن مصطفى رياض كلهم برده كانت اسماء كبيره وقعت كابتن مصطفى برده كانت كابتن حسين عفوا كانت برده قويه جدا يعني حسين مين عفوا مصطفى رياض كانت قويه جدا برده لما راح واعتزل ورجع لهم تاني لا يعني ده تقريبا في 77 78 اعتزل ورجع هو وكابتن الشاذلي وكانت الترسانه المفروض تنزل درجه ثانيه بس كان ليها تاثير كبير برده يعني الواقعه دي انا يعني حسب ما كنت بسمع لو انت برده عايز تحكي لنا الترسانه كان خلاص بتنزل درجه ثانيه يعني. وده كان شيء ما اسعدش ناس كتير ان الترسانه وقتها كانت بومين جدا يعني كانت من الانديه الكبيره جدا ليها جمهور طبعا ولا زال ليها جمهور بس اغلبه كبير في السن دلوقتي فالمهم ان هو زمان ما كانش فيه نظام المعسكرات ما كانش فيه كان الناس بتيجي على التدريب وتروح تيجي على الماتش ما كانش فيه حتى يعني ايه مختلفة. احنا بنرجع بقى بالنوستالجيا في كل حاجة الماتشات كانت مختلفة التغطية كانت مختلفة الناس كانت تروح تشتري الجرائد الرياضية والمجلات الرياضية علشان تتابع برضو بتشوف الفوارق بين زمان ودلوقتي ايه دلوقتي بقى في انا عايز اعمل فرقعة منشطة عشان ابيع ما كانش الدنيا كده ما فيش اللي بيحصل فعلا بس انا عايز اقول لك معلومة الاول قبل ما اخش على دي موضوع الانتقالات كان في حاجة اسمها بس موسم الاستهلاك كل سنة كل اربع سنين
يعني مثلا مش كل سنه في انتقالات زي دلوقتي، مش ميركاتو بقى صيفي وشتوي، لا 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 كل اربع سنين. فكان مثلا يجي النادي الاهلي عنده لعيبه فكان يخبوهم مثلا في عزبه من عزبه الشريعي في المنيا او حاجه زي كده، وهكذا حتى لعيبه الزمالك كانت بتستخبى يخبوهم في عزبه، يخبوهم اللي كان عنده حد ممكن يشغله في مكان زي انا ما قلت لك في شرطه في بنك في حاجه، كان هو ده اللي ايه ده منى قلبه، انا هروح هناك عشان فلان هيشغلني في حته فلانيه وعلى كده، ما كانش في حاجه ثانيه، كانت دي الميزه اللي انت تاخدها. لا انا ما اعرفش الاهلي عشان خاطر مثلا عندي شغل مثلا عبود باشا لما كان في الاهلي هروح في حته معينه وهكذا، هو ده هي ده المنى اللي كان عند الناس، واحد تاني شغال في مكان تاني هياخد. لا مش فارقه معايا الحته دي خالص، يعني مش اقصد اقول لك موضوعنا ده، ما كانش ما هو ده برضو حته من القديم، ما كانتش الدنيا زي دلوقتي بالنسبه للمانشيتات، انا اقصد اقول ما كانش الانتقالات سنوية. ما كانش في انتقالات يعني كل حتى بالكامل الموجود دلوقتي، موسم الاستقالات كل نادي ممكن يجيب اي لعيب في الموسم ده كل اربع سنين بس، تمام. الكلام ده تقريبا لغايه السبعينات واتلغى بعد كده، او لغايه الستينات واتلغى، تمام. وبقت الانتدابات عاديه بقى، وبرده من غير اي حاجه، كلام في كلام فارغ بالنسبه للمانشيتات في التوقيتات دي، المتعه بقى في القراءه في العناوين الصحفيه كانت بسيطه جدا، ما كانتش فيها الشرح اللي انت متخيلاه ده زي دلوقتي، يعني مثلا الاهلي فاز على الزمالك او الزمالك فاز على الاهلي، الاهلي فاز على الترسانه، ما كانتش فيها عناوين فرقعات، ما كانش فيه بيع بقى يعني مانشيتات عشان ابيع عشان لا اعمل ترند، ما كانش فيه الكلام ده، هي كانت بتبيع لوحدها، لان هو اصلا ما كانش فيه وسائل اعلام في الوقت ده للناس غير الصحافه. التلفزيون ما كانش بيذاع كل الماتشات، يعني مثلا هقول لك على حاجه، يمكن تقريبا في السبعينات كان لو كان الاهلي والزمالك بيلعبوا في يومين مختلفين بيتذاع الماتش، طب لو الاثنين اول الماتشات كلها كانت بتذاع يوم جمعه، عشان كل الماتشات كانت يوم جمعه وتوقيت واحد 3 الا ربع يبدا الماتشات، لو الاهلي بيلعب في القاهره الماتش بتاعه هو اللي اتذاع، الزمالك بيلعب في الاسماعيلي يبقى ماتش الاهلي هو اللي اتذاع في القاهره، الاسبوع اللي بعده الاهلي بيلعب بره القاهره والزمالك بيلعب في القاهره ماتش الزمالك هو اللي بيتذاع، ما كانش كل الماتشات بتذاع. اوكي. الا لو في مره لظرف ما، ظرف امني، ظرف اي حاجه بيحصل، يبقى الزمالك بيلعب السبت والاهلي الجمعه الماتشين هيتذاعوا، غير كده كان نادرا اذاعه الماتش. طيب انا هروح فاصل وهرجع، بس هنجاوب على السؤال ده بعد ما نرجع. سفر بقى حضرتك وفكره هنا سفرك مع النادي الاهلي وتخطيطك للمباريات، ازاي كنت بتبعته بقى الاخبار وكده؟ طبعا وسائل التكنولوجي وغيره ما كانتش زي دلوقتي تماما، يعني ما اقدرش ابعت على طول بمسج او بواتساب او بايميل حتى سريعا كل الاخبار واللي بيحصل اول باول، فعايزين برضو نخش في النقطه دي، بس فاصل سريع جدا ونرجع اكيد حديثنا لسه مستمر مع الاستاذ محمد مصطفى. برحب بحضراتكم مرة كمان، كنا بنتكلم عن الصحافة الرياضية وفكرة الصحفيين اللي بينتقلوا مع الأندية، وتحديدا هنتكلم عن النادي الأهلي وإزاي كانوا بيبعتوا بقى المعلومات والأخبار في زمن ما كانش الزمن ده كانش فيه سهولة زي دلوقتي. هل بقى كان لسه فيه الاعتماد على الفاكس والحاجات دي؟ خلينا نروح شوية للملف. كان زمان الحاجات دي بتتبعت إما بالتليفون، يعني مثلا بيتصل بالترنك بقى والحاجات دي. دي حقيقة. لما مثلا بره القاهره كان بيتصل بالتليفون بيملي الجرنان الاخبار كذا كده كده، غير الناس اللي كانت ممكن احيانا بتبقى اذا الماتش متذاع بتتفرج عليه وبتغطيه زي اللي بيحصل دلوقتي. لو بره مصر بقى كانت بتبقى مشكله كبيره، لان كانت الاتصالات صعبه جدا جدا جدا. ممكن تروح مكان الراجل بتاع التليكس مش عشان يبعت رساله بتاخد وقت جدا، فاكس بياخد وقت جدا جدا عشان يتبعت، فكانت في معاناه في الصحافه الرياضيه في خارج مصر. النهارده طبعا الانترنت ده النهارده غير الامور دي كلها يعني. وعموما الصحافه الرياضيه زمان لما كانت بتغطي اخبار الماتشات كانت عباره، يعني ممكن تلاقي ماتشات الاهلي والزمالك والدوري كلهم حوالي 6 ماتشات مثلا، لو احنا بنلعب لو احنا عندنا 6 ماتشات في الاسبوع، لو 12 لو 12 فريق او 7 ماتشات لو 14 وهكذا، تلاقي هو كله على بعضه باراجراف واحد، فاز الاهلي على كذا كذا، احرزه بكذا، فاز الزمالك على كذا، وقعدت دي فتره كبيره قوي. لكن احيانا كانت نهائي الكاس او نهائي كاس السلطان حسين او الماتش مهم في الدوري اللي هو كان بيتحكى فيه الكلام ده. بمعنى يعني مثلا الاهلي لما لعب السكه الحديد سنه 24 ماتش 4-1 اتحكى تفاصيل الماتش ده النهائي، لما ماتشات على طول مستمره دي ما كانوش مضخمين المواضيع بالشكل دوت. حصل وقعه كبيره في ماتش بقى كانت ممكن تتحكي، وقعه حصل وقعه شغب، وقعه
كده. بين كمان لما مثلا نتيجه كبيره زي الاهلي لما غلب الزمالك 5-1 حصل ده 3 مرات في خلال 13 شهر 5-1 مرتين و5-0 مره. لا كانت بتفرد ليها تفاصيل. لما كان بيجي فريق من بره مصر بيلعب وده كان كتير بيجي كان بيتفرد ليها تفاصيل. وقت لما كمان كابتن صالح سليم قرر يلعب بالناشئين ده برضو كان حدث كبير جدا. نرجع شوية ليه؟ لا هو كانت الواقعة كان في الوقت ده الكابتن الجوهري مدير الفني للنادي الأهلي. لما جه الكابتن محمود الجوهري كان في لاعب في الأهلي كبير اسمه محمد عباس طبعا موجود حي يرزق. فكان خد زي ما تقولي كده أكتر من إنذار بالشط. أخد إيه؟ أكتر بالشط. من إنذار إنذار بالشط في الموسم ده كانت خد فرصه اخيره وكان مدير الفني النادي الاهلي كابتن محمود السايس. الكابتن محمود السايس ادى تقرير اخير انه مش هينفع يكمل فالنادي الاهلي اصدر قرار بشد اللعيب يعني. جه الكابتن محمود الجوهري فحب يرجعه فمجلس الاداره رفض. هو اصر ان هو يحاول يرجعه تاني وحاول محاولات حسيسه وضغط بشكل كان اوفر شويه. وكان ساعتها المشرف عام على الكوره في النادي الاهلي عضو مجلس الاداره كمان الكابتن حسن حمدي، كان الكابتن صالح في لندن كان كابتن صالح سليم في رحله العلاج وكده. كابتن محمود الجوهري رفض ان هو يستسلم لقرار مجلس الاداره وبدا يضغط على الكابتن الله يرحمه كمال حافظ وكيل النادي. وكيل النادي حاول يجيب له قرار بالتمرين يشوف حل للموضوع ما امكنش. سافر لألمانيا في المعسكر ومن ألمانيا فضل برضه في محاولاته دي كلها. كان معاه مدير الكرة جديد في الوقت ده الكابتن هاني مصطفى الله يرحمه. الكابتن هاني مصطفى قال له لا ده قرار مجلس إدارة وإحنا مش هنقدر إن إحنا فهو حاول حس إن الكابتن هاني مصطفى مش ماشي معاه في اللوم بتاعه. وهي دي كانت الحتة بتاعت الكابتن الجوهري. الكابتن الجوهري كان الله يرحمه بيبقى عايز التيم كله رأي واحد معايا. غلط صح يعني دي انا اللي كنت شفتها في الحاجه الكابتن الجوهري في الاداريه. هو بيحب يعمل كنترولنج على جميع يعني ممكن كمان يعني مثلا كان هو مثلا اللي بيجيب اللبس حتى لما راح المنتخب في 88 لما عاش يدرب منتخب مصر وهو اللي يشرف على اللبس وهو اللي يشرف على الاكل وهو وان مان شو هو شخصيته كده يعني في شخصيات كده كتير في ناس ما بتحبش التيم ورك قوي يعني بيبقى ليها رؤيه معايا. هو ملوش في التيم ورك خالص. انا كله يشتغل زي ما انا عايزه خلاص. فطبعا جه من لندن جه من انجلترا من المعسكر في المانيا وهو زعلان ان هو ما قدرش يرجع محمد عباس. لكن لانه عارف كويس ان الموقف ده موقف مبادئ وموقف اخلاقي ما قدرش يعلنه. فمجرد ما جه كابتن حسن حمدي كان مشرف على الكوره بيتكلموا عن الاستعداد كان ساعتها هنلعب مع الزمالك دور الثمانيه في كاس مصر. كان الماتش اتاجل والبطوله والادوار النهائيه كاس مصر اتاجلت بسبب مشاركات منتخب مصر في تصفيات كاس العالم اللي هو كان 86. فتاجل لبعد التصفيات يعني. فكابتن حسن بيكلمه هنعمل ايه كذا كذا انفجر فيه وانتوا ما عملتوش ملعب التتش وجاب له مشاكل ثانيه خالص وانا مش عايز مدير كوره اللي هو كان هاني مصطفى. ياه الموضوع وصل لكده. هو بقى ايه ما اتكلمش في الموضوع اللي هو بتاع محمد عباس انه اعلم تماما ان دي مشكله. ما انت بتتدخل في قرار اداري مالكش فيه. انت ليك الملعب لكن اللعيب ده اخطا خطا اداري انت ده ما بقاش تبعك ده بقى تبع الاداره. مش الناحيه الفنيه مش كل حاجه على فكره. ده يمكن جزء من القيم اللي النادي الاهلي محافظ عليها حتى هذه اللحظه لان بيكون في حساب بيكون في يعني عقوبه كمان بشكل كبير جدا وعقوبات رادعه. ده اللي بيخلي ان كل واحد عارف بيعمل ايه كويس في النادي الاهلي. ما حدش بيقدر يخرج عن زي ما بيتقال كده الطريق المرسوم او اللي رسمه النادي الاهلي. وده جيل بقى ورا جيل ده بيسلم المبادئ ونفس القيم ده اللي احنا نعرفه بالزبط. يعني الصرامه دي على فكره هي جابت نتائج جيده بالظبط كده. فهو وبعدين اعلن ده للصحافه كمان فاصبح الموقف ده كده يعني هو كبر. حتى وهو المشكله ان الجوهري تربيه الاهلي يعني ايه ابن الاهلي وفي الناشئين الاهلي طلع في الاهلي وشاف مواقف اكتر من كده في الاهلي وعارف ورغم ذلك عمل كده يعني وراح واخد اللعيبه بيتدرب بيهم في نادي الشمس. 16 لعيب من الفريق الفلسطيني كانوا على انتظار ان اللعيبه الدوليين كانوا 10 هيجوا من المغرب بعد مشاركه مع المغرب وكده.
طبعا الكابتن حسن حمدي حاول معاه ما فيش فايده. فبالاتفاق مع مجلس الاداره تولى هو مدير الكره محل الكابتن هاني مصطفى عشان يقدر ياخد قرارات. هو كمشرف ما يقدرش ياخد قرارات طبقا للاداره. مشرف فترفع قرارات مجلس الاداره وتاخد ومجلس الاداره ياخد قراراته. انما شوفي 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 التنظيم الاداري في النادي الاهلي، انا عشان اخد قرارات سريعه لازم اكون مدير كوره. ما طبعا ده اللي انا كنت بتكلم عليه. لكن لو انا مشرف على الكوره ما اقدرش اخدها لوحدي، لازم ارجع للاداره. في سيستم بقى. انت في سيستم. مش ماشي عشوائي يعني. فطلب ان هو يكون هو مدير الكوره، وبناء عليه اتصل بيهم هتلعبوا لا مش هتلعبوا. اصدر راح مطلع قرار بـ 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 بايقاف ال 16 لاعب وشطب سبعه منهم. شطب سبعه من اللعيبه طبعا. وناس هم نجوم دلوقتي كبار على فكره موجودين يعني. فطبعا انا عارفه الاسامي كم اسم ما اقدرش اعرفهم كلهم يعني. والكابتن صالح من لندن ايد القرارات دي كلها. بصي بطل المشهد كله بالكامل ده يعتبر الكابتن حسن. كابتن حسن حمدي. كابتن حسن حمدي. وراح مكلم الكابتن عادل طعيمه كان مدرب فريق 20 سنه جاهز يجهز ال 19 21 ساعتها كان هو مدرب 21 يجهز التيم. وكان ساعتها الفريق ده كمان كان دايما الاهلي المعسكرات الخارجيه بتبقى الفريق الاول والفريق اللي هو ال 21 الكبير. كان هو كمان في المانيا معسكره في المانيا هو كمان. طلب منه تجهيز فريق هيلعب مع قدام الزمالك. فاستطاع الراجل جاب مجموعه من فرقته ومجموعه من فرقه 19 وعمل فرقه انها تلعب فين؟ تلعب هي اللي دي اللي تلعب قدام الزمالك في كاس مصر. في الوقت ده طبعا بدا اللعيبه واتصالات من كبار اعضاء النادي اللي بدات تفوق. بالاهلي هيلعب بالناشئين يعني العمليه مش هم حد يعني ولا همهم. عنده مش هيجيب نتيجه مع النادي الاهلي يعني معنى اصح ده ما ينفعش. وبدات الامور تلين على اللعيبه وجم اعتذروا في النادي. والجوهري نفسه جه اعترف ان الموضوع وشبه يعني اعتذر يعني كبر على لا شيء يعني. طبعا. ورغم ذلك النادي الاهلي اصر على انه هيكمل بنفس اللعيبه ولعبوا مع الزمالك ماتش كان اعتقد هو ده اللي قدامنا 3-2 بتاع ال هو دور الثمانيه. اللعيبه الدوليين جت ما لعبش من الفريق الكبير غير كابتن احمد شوبير هو الوحيد اللي استعان بيه من الفريق الكبير. وبقيه الليسته اللي هي كانت 16 لعيب ساعتها القايمه كلها من فريق 21 وفريق 19 سنه. وكمل كسب الترسانه في السيمي فاينال وكسب الاسماعيلي في النهائي. في الماتش الترسانه والاسماعيلي لعب حوالي اربعه او خمسه من الفريق من الدوليين. ويمكن حاجه غريبه في البطوله ديت انه اللي جاب الاهداف كلها رغم ان في لعيبه كبار لعبوا في السيمي فاينال والنهائي لعيبه الناشئين. ما حدش من اللعيبه الكبار جاب اهداف يعني. لعب مصطفى عبده في النهائي وطاهر ابو زيد في النهائي. في لعيبه لعبت في النهائي بقى خلاص اللي هي اللعيبه الدوليين اللي جم من المغرب. ورغم ذلك اللي جاب الاهداف كلها اللعيبه الناشئين. المواقف دي يمكن التربويه اللي في تاريخ الاهلي هي متكرره على فكره ومتكرره باشكال كتير. وممكن تجيب مواقف من سنه 20 تلاقي هي اللي اتكررت سنه يعني. اقول لك في موقف سنه 22 في لعيب كان في نادي الاهلي اسمه محمود مختار صقر. ده غير محمود مختار التتش. اكيد. ومحمود مختار صقر كان مهندس كان في كليه الهندسه في الوقت ده. ويمكن في حاجه كمان بعد سبع سنين هو اللي هيعمل او ست سنين هو اللي هيعمل تطوير ملعب التتش اللي هو بقى ملعب التتش او ملعب الامير فاروق ساعتها. وهيعمل مقصوره الملكيه في لملعب الامير فاروق في الوقت دوت اللي هو ملعب التتش بعد كده. هو نفسه كان يعني محمود مختار صقري ده فبيلعب كان ماتش مع نادي المختلط اللي هو الزمالك ساعتها. ففي لعيب اسمه محمد جبر في المختلط ضربه جامد قوي يعني عن قصد يعني وقتها. كان قصد في وسط اللعب يعني. هو دخل وسط اللعب وراح ضربه جامد وقصد انه يضربه جامد. هو راح قايم وراح ضربه. الوقت ده يعني الغلطان يعني اللي بدا الغلط محمد جبر. ولكن رغم ذلك دايما بيحاسب برد الفعل في الملاعب اكتر. النادي الاهلي انذر محمود مختار صقر. وصحيفه المضمار في الوقت ده او مجله المضمار في الوقت ده كتبت مقاله ان هذا التصرف تصرف شريف ونبيل من النادي الاهلي. لانه مهما كان ما ينفعش انت تاخد حقك بالشكل ده رغم ان الغلطان مين؟
محمد جبر. طب تعالى في حاجه حصلت لمحمد جبر وقتها خالص؟ لا ما هو اصل بصي الخشونه دي انت خدت حقك في الملعب خدت فاول. فهو احمد طارق ده ما اتحسبش عليه اي حاجه؟ ما اتحسب عليه فاول خلاص. القصه الفكره ايه؟ هو ضربك عن تعمد ماشي بس هو خد هو تعاقب من الحكم. انت مش هتيجي انت تضربه خارج بره الكوره بقى يعني. طب تعالي كده بعد بعدها بحوالي 101 سنه ما هي دي نفقت نفس وقعه تعتبر الشيبي اللي هو طول الماتش عمال بيشتم حسين الشحات على فكره هو شتمه فعلا شتمه جامد وشحات الشحات في الاخر للاسف مشاهد هي دي هي الفكره ايه هي هو نفس المواقف هي المواقف ما اتغيرتش شوفي من 100 سنه هي هي في عهد هوايه بقى في عهد احتراف هي نفس المواقف هتلاقيها ماشيه معاكي على طول وبعدين بعد الناس يقول لك ما الوقت غير الوقت لا الوقت مش غير الوقت الاهلي في العشرينات غير الاهلي في الثلاثينات غير الاربعينات غير الخمسينات غير النهارده ولكن هي نفس المواقف هو الاهلي هو الاهلي بياخد بطولات وهنا بياخد بطولات وهنا بياخد بطولات المواقف دي هي شخصيه النادي انت ممكن تقول طب ما الانديه الثانيه انا ماليش دعوه ما انا لو انا عملت زي الانديه الثانيه مش هبقى الاهلي ومش هبقى انا الاهلي بقيمتي دي ومش هاخد البطولات دي انا يمكن باخد ده مكافاه على حاجات كتير قوي بتتعمل يعني هقول لك على واقعه ثانيه كان ابو الكره المصريه حسين حجازي سنة 28 ورفض يطلع يستلم الميداليه بتاعت كاس المركز ميداليه المركز الثاني في كاس سلطان حسين. فطلع اثنين من وجر وراه بقيه الفرقه ما طلعوش يستلموا الميداليه ففي اثنين لعيبه بس هم اللي طلعوا صعدوا الميداليات بتاعت الفرقه كلها وعند اللي بيفرق الميداليات دي مندوب الملك مش اي حد. وانت عارف يعني ايه مندوب الملك؟ زي ياور رئيس الجمهوريه كده في كاس كاس مصر. لا الموضوع مش سهل يعني. اصل الكاس دي بالذات دي كاس باسم رئيس الدوله ايه اللي حصل بقى بعد كده طيب الكلام ده كان يوم جمعه تمام كده يوم الثلاث كان معمول ايقاف لحسين حجازي 3 شهور خدي بالك بقى من الموقف ان في حاجتين غريبتين جدا ان الجمعه اللي بعدها ان انا الماتش جوه ده الجمعه الثلاثه توقف الجمعه اللي بعدها العب نهائي كاس مصر مع الزمالك هو المختلط في الوقت ده ان انا خسرت كاس سلطان وقفته وده احسن لاعب في مصر ابو الكره المصريه وهلعب مع الزمالك يوم الجمعه وبعدها بشهر ونص هروح المنتخب مصر هيلعب في الاولمبياد وكان في الوقت ده اللاعب اللي يتوقف في ناديه يتوقف في المنتخب قصه على بعضها رئيس النادي الاهلي هو جعفر ولي باشا ورئيس الاتحاد هو جعفر ولي باشا يعني هو في الحالتين هو عنده مشكله ان انا هلعب نهائي كاس مصر من غير احسن لاعب في الفرقه بس قيم ده اللي احنا عايزينه هو خسر كاس السلطان وهياخد ممكن يخسر كاس مصر وهيروح في الاولمبياد هيبقى في تاثير على المنتخب اللي هو رئيس الاتحاد المشرف على المنتخب بس ما عندناش حاجه كان اسمها معلش يعني مفيش الكلام حتى هذه اللحظه على مدار سنوات طويله جدا احنا لسه بنتمتع ومتمسكين بنفس القيم نفس المبادئ وزي ما انت قلت كابتن محمد او استاذ محمد هو ده النادي الاهلي يعني مفيش حاجه بتعدي خد بالك من حاجه ان الاهلي كسب الزمالك بيتم التفاوت خد بالك ان الاهلي كسب الزمالك في الكاس انا فاهمه من غير مختار التش وكمان المنتخب في الوقت ده عمل اكبر انجاز في تاريخ الكره المصريه في الوقت ده اللي هو خد رابع اولمبياد وقتها ما كانش في كاس عالم فكانت بطوله الاولمبياد هي البطوله الاولى لكره القدم في العالم قبل ما تتعمل كاس العالم سنه 30 يعني انا مش عايزه الحلقه تخلص والله بس هم بيبلغوني الحلقه خلصت بس هرجع اقول تاني فقره من احلى الفقرات النوستالجيا بتنورنا دايما فيها ويا ريت ما يبقاش في غيبه لان انا عارفه ان في كواليس وقصص كتيره جدا حابين نسمعها منك استاذ محمد نورتنا بجد شكرا ليك بشكر حضراتكم على متابعتنا نشوفكم بكره ان شاء الله حلقه جديده 10 الصبح في الاهلي